مشاهدينا الكرام في برايم تاني مرحلة المواجهة في الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب على الأولى. هذا الليلة مشاهدينا الكرام غادي نعيشوا أجواء المنافسة بيلي كوتش وبين سد مواهب كوميديا من المتأهلين، ربعة منهم فقط غادي يمشيو الربع النهائي ستاند اب هذا السنة. ونذكر باللي برايمات قليلة كتفصلنا على الوصول النهائي ستاند اب واللي غادي نعيشوه معكم إن شاء الله في بث مباشر على الأولى، في نتوما مشاهدينا الكرام غادي تختاروا من خلال التصويت ديالكم شكون الفائزة أو الفائز بلقب ستاند اب لهذا السنة، واللي نذكر غادي يحصلوا معنا على جائزة مالية تتبلغ القيمة ديالها 20 مليون سنتيم. كتستمر رحلة مرافقتنا للمواهب الكوميديا، مستمتعين ونتمنى أننا نكونوا خفاف على قلوبكم، وأكيد البلاطو كل مرة تنور بحضور لجنة تحكيم البرنامج المحترمة اللي سنة على سنة حضورهم تعطينا الكثير وتضيف لنا الكثير، ومهمتهم ما تتكونش سهلة. تصفيقاتكم وبكل حرارة نستقبلوا الأستاذة الممثلة والمخرجة بين السينما الأفلام الوثائقية والمسرح لطيفة أحرار. مساء الورد لطيفة. مساء النور، منوره كيف العاده، وحتى انت ورده جميله. شكرا لك بزاف. شكرا لك. شكرا. غنعيشوا اجواء مواجهه جديده هذا الليله، بدينا الاسبوع الماضي، تستمر المنافسه. كلمتك للمواهب الكوميديا وليكوتش. بغيت نقول لهم كل برايم كنعيشوا اجواء جميله فيها تبنادميت، فيها تمغرابيت، وفيها الابداع. بغيت نقول لهم بدعوا واستمتعوا، راه حتى حنا كنتقاسموا معكم هذيك لافراجيليتي ديالكم، وكنقول لكم شكرا لانكم كتامنوا بالحلم وكتقاسموه مع المغاربه. اكيد بنفس الحراره رحبوا معايا بالممثله الرائعه النجمه البرنسيسة دنيا بوتازوت. وما تمشيو مشاهدينا الكرام فين، لاننا غادي نستقبلوا هذا المره هرم من اهرام الكوميديا المغربيه السي محمد الخياري. مساء الخير دنيا بوتازوت. مساء النور، منوره كيف العاده. الله يخليك، منوره بيكم بوجودك. شكرا بوجود هذه اللجنه الجميله والجمهور الجميل. توقعاتك البرايم الليله دنيا؟ كنتمنى نستمتعوا كيف كل برايم. اكيد انه غادي يكونوا معنا فائزين، وغادي يكونوا معنا فائزين وحدين اخرين، لان كنقولوا دائما ستاند اب هو فقط البدايه ماشي النهايه، ولكن هو فقط بدايه المشوار، وكنتمنوا دائما التوفيق لهم جميع. شكرا لك. سيدي خويا يا سيدي خويا، جا معاك الكروات اليوم، مس الخير عليك. مساء النور. مساء الورد والياسمين. مساء الخير. نتمنىك تكون بألف خير وصحة وسلامة. وحتى أنت. لافيس جاتك من داك الشرفع كالعادة. يجيك الخير. راك منور. شكرا. وفينا يا رفيس؟ أنا ما نسولك لا علاش تقول المشاركين لا لي كوتش من الآخر. وير إز الرفيسة؟ بلاتي. الله يخليك. أستاذة سمحي لي. القى. فينا يا رفيسة؟ سيدي خويا. دابا انا وليت حديقه عمومي درتو فيا الرفيسه بالحجل. عطيتينا الكلمه ولا لا؟ ما يبدياش. لا تشتكي لا تبتكي، كلها هي حاجه بقدره السميع العالي. اييه هنيها. ايوا هنيها. فين غادي؟ ورا قلنا لك الرفيسه درا حجلات. هاد الحد صيد جوج. ايوا الحد جاي جوج. ايوا الحد الاخر رفيسه في الدروج. واقيلا غناكلو.
سيدي خويا صافي ماشي هادشي اللي اتفقنا عليه. ماش نقول لك اعتذر شكتي عزيز وغالي. لا ما بغيتش نخليكم كتسناو وريتكم الشانطيو. لا ولكن زنوبه سمحي لي اختي تفضلي. كيفاش جوج حجلات حجله ليا وحجله لطيفه والباقي جوج حجلات يا مستصيدو وجوج لحد جاي وشي بركه ما نقول لكم شحال باش نبان حقا وشي بركه لحد. المهم شوفي السيمانه الجايه دنيا وصلنا للفينال وباقي ما كليناش الرفيسه 2024 لا 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 شنو يعني ما تخافش دنيا ولاد حد دنيا 2024 رحنا فيها وكان 25 ولاد حد كيبغيوك سيدي خويا لا لا السيمانه الجايه عليا باليمين السيمانه الجايه راه جنود خفاء غيطفوا الكاميرا ويزيدوا ما نكملوش. شوفي دابا انا سولتيني ما بغيتش نخليكم وريتك الشانطيو كوني هانيه. تسنى تسناني اختي زهره العزيزه الله يخليك رحنا كنتسناو السيمانه الجايه سالينا زهره خاصها الضحايا يلا جمع فيها جوج الله يحفظها لك خاصها الضحايا باش طيب الرخيصه. السيمانه الجايه ولا ما جبتهاش راه غنتخاصموا معاك ما غنقولوش جريو عليا ما خدامين السيمانه الجايه ولو دوزناها دابا مشات خيل دنيا صافي انا معاك شاهده لطيفه انا شاهده. انا اللي بغيت نقول هو الحمام بيسكو عندنا هنايا وحنا في الضحك تحيه لمول الحمام اللي في جامع الفنا اكيد شكرا شكرا. لان كانت طقوس الضحك والطقوس ديال الفرجه وكان مول الحمام حاضر مع الحلايقيه وكانت جامع الفنا اللي كتجمعنا ديما بحال سي محمد بالحميمات ديالها. شو الشعر شو 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 التعبير شو التعبير خويا عبروا تتعياو السيمانه الجايه ما تجيبش الرفيسه خلت مشاهدينا الكرام غنمشي نسى موضوع الرفيسه ونرجعوا للمنافسه صافي دابا انا وريتك صافي كلمه هذا ارمون ديال المحبه صافي اوكي صافي مشاهدينا خلينا نمشيو هذه المره ونذكروا جميع اجواء البرايم السابق من خلال هذا الروبورتاج. والفاف اللي وعدتينا به فين هو؟ أنت سيدي تفضل. الخطة اللي لعب بها أنا اليوم إن شاء الله 4-4-2 قبيلي هذا الله يرضي على وليدي تنخرج نخليكم لا 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 بلاتي نخليكم توجدوا رشيد رفيق رشيد تحية لرشيد تحياتنا لرشيد ونجمع لي كود سعيد وديع وأيضا ياسين عبد القادر. واش كتقول هو اللي كيجبد هو اللي كيسول لي انت اجب معايا وقولي لي هو اللي كيجبد والله الا خدامين خدامين الموت والكزوخ الا خدامين. ها دراري وها ها هاد البرايم الثاني مشاهدينا الكرام من اجواء المواجهه غادي تكون المنافسه كيف ما قلت قبل قويه بين الكوتش لي كوتش سعيد وديع رشيد رفيق وياسين عبد القادر. نبغي تحياتنا لهم تحت تصفيقات الجمهور الحاضر معنا. وبالمناسبه نقدم تحياتي ايضا رئيس خليه الكتابه انور خليل. استاد المواهب كوميديا غادي يقدموا افضل ما عندهم هذا الليله في مرحله السكتشات الاجباريه امام لجنه تحكيم البرنامج. نتذكروا جميع اجواء تاهل المواهب الكوميديا من خلال هذا الروبورتاج راجعي. نعيط المصطفى مصطفى ممثل مدينه الدار البيضاء. انت كتبقى حاط ودنك على الباب ما كتفرش اش كيقولوا كتبقى تسمع سميتك مصطفى مصطفى نقول يوم يا مصطفى غادي النادي على سميه واميمه سميه واميمه اكتيفي لي الضحكه الصفراء لا لا يسهل عليك اختي غادي النادي وانا ما قادرش نشوف تما سمير تزارين سمير ممثل الدار البيضاء. واش كيعجبك الكنايزه فيه الصواب ما تيجيش حتى الاخر يتعشى ويمشي لا تيجي بكري يبري معاكم الخزانه يمشي معاكم الروضه تدفنوا الميت باش بلا ما تجي انت في الليل وتقول لي ديك اللعيبه ديال فين داخل اخويا ديجا في اللي غادي يتاهل معنا المرحله الجايه هو ظهيره ممثلة مدينة البهجة تاني المتأهلين ظاهرة هو هذا تاني يا الله هزت في عويناتي وهو يقول لي خانتي شي الحيمة في خبيز يوسف بن ياس ممثل اسفي ممثل اسفي رابع المتأهلين ويطلع لي الانستغرام تاع السكر
ولا فيه الفايبر. دينا عند واحد طبيب لقينا قلبه كيقول تيك توك تيك توك تيك توك. النادي لا سهيل. سهيل ممثل خريب قرابة المتأهلين. خلي من هاي ديك المالينوا تيعطيها الشياطة ديال المرقة. ومالينوا عباد الله ولات كتفرق ما بين بطاطا حلوة وبطاطا قصبية. وكيف ما والفت مشاهدينا كنستقبلوا المواهب الكوميدية من الباكستيج. خلينا نربطوا الاتصال مع سفيان نائم. مساء الخير والورد والياسمين سفيان. مساء الخير زين. شوف انا بغيت نقدمك تانتية. تفضل. كتقدمي لي الجنات. شوف ديري راسك بحال غتدخلي تانتية وديروا لي هذيك الموسيقى ثاني ديال الدخله. يلا ندخل كاع. خرجي غير شويه خرجي غير شويه للكاول. الله دابا بغيتكم تصفقوا بحراره على مقدمه البرامج والمنشطه والاعلاميه زينب صابر. ميرسي بوكو. شكرا الله يعطيكم الخير. زينب قلتي بان دابا كاينه مباراه ما بين لي كوتش. انا ما بات لي لا مباراه لا تحدي لا والو. جيت شوفي مفاهمين مع راساتهم كيشربوا اتاي. والله الا سينك سينك دكا سينك سينك. والله الا سينك سينك او هادي دكا سينك سينك. برافو سينك سينك. خليني غير حقي بناتي سينك سينك. حيد حيد كل شي عدو سوى العيالات. تبارك الله عليكم ناشطين. انتقام هذا من اولا صراحه احنا جبنا هاد الدكا كاس الحياه. احنا بغينا احنا فرحانين اليوم بلي كونديدا ديالنا. وبغيت نقول لكم واحد الكلمه ولكن ما غنلقاش ما احسن من الاستاذ ياسين. عطينا كلمه ياسين. كل القلوب الى الحبيب نو. اذا ما لقاوش حسن مساعد. في اطار هذا ما لقاوش من حسن فماذا يقيل بعد ان قوى. هذه لغه البلاستيك. احنا غادي نخليو البراد هو اللي يدوي. الله يعطيكم الصحة. خليوا لي حقي ديال اتاي. ما شاء الله عليكم. إذا سفيان زينب يا ودي خليونا نكملوا. إذا هادو هما لي كوتش ديالنا. ناشطين تبارك الله. ناشطين تبارك الله. نتعرفوا على لي كونديدا ديالنا في البرايم يعني المرحلة الثانية. عندنا زاهرة من مراكش. عندنا بنياس من اسفي. عندنا سهيل من خريبكة. عندنا الثنائي سمية وأميمة من الرباط. وعندنا تزهرين من كازا وعليوة من كازا. هادو هما يعني اللي غادي يدوزوا. وكل جوج متبارين راه كيمثلوا كوتش ديالهم. واخا سفيان نعوم. خليني غير نذكر مشاهدينا الكرام باللي كيف ما تابعتوا في برايم المواجهه الاول كاين سحب قرعه وكل كوتش غادي يختار واحد من مواهب الكوميديا تابع لاحد المنافسين ديالو باش يقدم السكتش ديالو. نعرفوا شكون اول موهبه. اذا غنديروا ديما عندنا السوبيره هذه ديالنا. دونك غادي نحاولوا نحركوا. ايه قرعه سكسك. والله الا سكسك هذه قرعه. الور من اجل الشفافيه والوضوح. هاك ورينا الكاميرا. وري الكاميرا شكون والوضوح. قلب عبد القادر ياسين. سفيان نعوم قبل ما يعطيني ياسين عبد القادر اول موهبه كوميديا غادي تقدم سكتش ديالها امام لجنه تحكيم البرنامج، نقترح عليكم مشيو نتابعوا روبورتاج يوضح لنا اكثر كيفاش تم اختيار السكتشات اللي غادي تم تقديمها هذا الليله رفقه انوار خليل والمواهب الكوميديا في الاكاديميه. كي دايرين؟ مخلوعين ما والو. دابا كل واحد فيكم بغى يعطيني موضوع ديال السكتش اللي كيفكر فيه. نبداو بك عليهم. كنت نفكر في الموضوع اللي ندير هو ديال التصوفيج. واخا التصوفيج تزارين. بالنسبه للاقتراح الموضوع اللي خدمت عليه هو البحر. موضوع صناعه المحتوى. وسائل النقل. نديروا الطفوله. الطفوله. ها هي. انتوما شنو قلتوا؟ صراع الاجيال. هي لا فرجتوني دابا في صراع الاجيال حيت دات لكم موضوع ديال تخرج ماشي دابا فرجوا في صراع الاجيال ديال الصح. كل واحد فيكم غيختار ورقه اللي جا فيه شي موضوع هو اللي غيخدمه. دونك يقدر يجي فيك الموضوع ديالك يقدر يجي فيك موضوع اخر. متفقناش على هادشي استاذ. فين عمرنا اتفقنا على شي حاجه اصلا حنا؟ فاجئنا ماشي داكشي اللي وجدناه ماشي هو اللي غنلعبوا به. كنا معولين على واحد الحاجه مني جا السي انور خليل ويقلب لينا داكشي كاع اللي بريباريناه تقلب لينا. وسائل النقل. طفولة.
بحر دابا كاين شي بحر في شهر جوج. صناعة المحتوى صراع الأجيال. صوفيش يعني هذه المسألة دي غتفيدهم لأن غتولي كتخدم تحت الضغط راه مزيان يعني كتخليك كتبدع أكثر. ودابا مشاهدينا الكرام خليونا نربطوا اتصال من جديد بالباكستيج وكنعلن رسميا على انطلاق المنافسة في برايم الليلة. سفيان نعوم دابا ياسين عبد القادر يقدر يعطينا شكون اختار غنطلقوا يعني في المنافسة وعبد القادر ياسين عبد القادر هو اللي غادي يعطينا الكونديدا. أي 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 أشرقت الأنوار. بما أنه عندي أنا الاختيار فأنا تنقول ناخذ كونديدا من عند رشيد. ياك يا خليها تلشي شوي خذ معنا الدراري واخا. إذا قال لي ياك ندور عند الإخوان ياكو ياكو حنا البرايم اللي فات دزنا حنا الأولين زعما التامس لينا شي حاجة. إذا بما أن الإخوان دازوا هما الأولين في البرايم اللي فات فحب بدالا ونعاودوا نفس الجملة ويبداو هما النيت ياك. شكون الكونديدا اللي ما بغيتوش يدوز؟ حصلتو عاوتاني. فوت لينا مصطفى عليوة. عليوة. إذا بما أننا غادي نفوتو مصطفى عليوة فنشوفو عليوة مصطفى. مصطفى ياك؟ مصطفى عليوة. مصطفى عليوة. دار البيضاء. ممثلة دار البيضاء مصطفى عليوة كيفاش حضر البرايم الليلة نشاهدو جميع راجعين. بغيت نقول لها هي وي غتجمع الجوحه حتى هي وراك فيستيفال. هذيك اللعيبه ديال وراك تلفت وي مليون كيدير هي جمهور. لو كاين هادي وكاين البارتي الاخرى اللي غنخدموا عليها ديال سميتو ديال فاش غادي يخرجها. فهمي انا تخدمين على هاد اللعيبه صافي سير الله يسر يعطيك الله شكرا. عليوة ممثل دار البيضاء خدام على السكيتش ديالو وكيوجد في ليكاك باش يكون في المستوى ويعجبكم ويعجب اعضاء لجنة التحكيم. خليونا نمشيو للبحر هذه المره مشاهدينا الكرام مع ممثل دار البيضاء مصطفى عليوة. كنت غنطيح السلام عليكم. اليوم ما غنهضرش على والديا حيت اغلبيه ديال الناس كيقول لي تف سكيتشات ديالك كتهضر على والديك. ما عرفت على من بغاني نهضر، نهضر عليك انت على انا مع من عايش، راه عايشه مع والديا. هذاك الشيء علاش اليوم غنهضر على والديا. والديا هي واحد المدينه بعيده على اسفي 47 كيلومتر. هاد المدينه هادي عزيزه عليا ولكن ما كنمشيش ليها بزاف حيت ما كنسخاش نجي منها. ورا والديا وانا انسان بحري عزيز عليا البحر، عزيز عليا المدونه اللي فيهم البحر، وعندي قصاص عرفتي باقي نعقل. كنت كنمشي مع امي للدار كنت باقي صغير كنخلي امي للدار هنا والباراسول هنا ما كنفهمش كندخل نعوم كنخرج كنلقاهم لهيه. وانتوما ملي بغيتو تحولوا قولوا لينا. كنمشي كنلقى الوالدة عقلها خارج عافين كنتي كنت كنعوم قدامكم عافين كنبقاش تعوم ما تخاش تمشي لهيه ولا تعوم قدامنا راه انتوما اللي مشيتو. ما فهمت هاد القضية حتى النهار مشيت بوحدي للبحر حطيت الحوايج باراسول دخلت نعوم خرجت لقيتهم لهي. او قلت غنمشي لهي واقيلا شي لعيبة كتجر الحوايج. مشيت لهي دخلت كنعوم خرجت ما لقيتهم لهنا لا لهي. عرفتي رجعت للدرب ديكابوطابل غاب الشورط وراجعو داخل الدرب وكنتسلت لي يشوفني شي حد ما يشوفني غير داك البعلوك اللي ما عمرو ما دخل دارهم عرفتي. كاع
كيطير موجود عطاه الله في الزنقه. عرفتي كلشي كيقول لي واتسيل داركم واتسيل داركم، كيدخل لدارهم كتقول لي واتسيل الزنقه وتبعد مني انا اللي قهرتيني. هاد الدري غرق شي 16 مره في البحر. مشيت معاه واحد النهار البحر حنا نغرقوا، دخلنا لداخل البحر شويه ويبدا الحوت وانا رجع واتسيل داركم وتخرجوا علينا هذا من هنا. خرج هو شافوني انا قال لي هذا اول مره يجي عندنا ونشدوا العشاء. هادي من تما قلت ما نبقاش نمشي مع الدراري الصغار ومع مالين الدار بوحدي. هنا قررت انني نتعرف على واحد البنت و... مدام هذا راه سكيتش بديله في راسك والو. المهم تعرفت على ديك الدريه قلت لها غدا نمشيو البحر، قالت لي نمشيو، قلت لها شنو نديو في الماكله، قلت لها حتى غدا ونشريو. قلت لها صافي وانا عندي 15 درهم. تلاقيت معها سلام صافا بخير، قلت لها فين نمشي نشريو الغدا، قالت لي ما عرفتي الماء هبط لي في ركابي. وهي تكمل قالت محلابه، فرحت ديت لواحد المحلابه في الدرب اغلى حاجه دايره 10 دراهم. قلت لها خذي اللي بغيتي. هي تقول لي ارى واحد نص فيه الطونه الحرار، قلت لي ارى شوز. عطانا درت بحال هكا تقول لي اش غدير؟ والله ما تخلص. قلت لي هاد الحلوف هذا راه ما كنحملش انا اللي يحلف عليا، زيد معاك واحد جمونادات وشي بيسكوي مسكه والله تتخلصي خلصي. خلصت مشينا للبحر هبطنا حتى ناخذ شي باراسول، مشيت عند مول الباراسولات السلام عليكم بخير شي جكراسه طبله وباراسول، قال لي 150 درهم. يو ترى غنجلس ساعتين وغنمشي، قال لي والله واخا تجلس نص ساعه 150 درهم. انا حكيت ويقول لي اش كدير؟ والله ما تخلص. خلصت السيده ريحنا شويه تقول لي اوف امشي نعوم لهيه. قلت لها فين ليه؟ حنا دوك الدراري ودوك العزاره والله ما تعومي، غتعومي هنا. مشيتي انا جاي. هزيت الفوطه وتبعتها دخلات كتعوم يدي ليا درت لها شيد وانا نحط الفوطه درت لها شويه وهي تبدا كدير ليا وانا ندير لها شويه وهي تبدا وانا بدات انا عرفتي وتجمعوا الناس مورايا وبدينا شويه كثر الغوات ما بداو كيقولوا راه كتغرق كتغرق. قلت لهم شكون اللي كيغرق؟ قال لك اللي كدير قلت لهم لا راه كدير غير. قال لك راه كتغرق اش مني عرفتي وما حسيتش براسي اخوتي نفخت الصدر ويتفش حيد تيشيرت بداو كيضحكوا لبست تيشيرت وانا نقول لها ما تخافيش بقيت غادي كنجري دزت من حدا مول بيني خديت ليها بينية قلت لي انا جايب لك البيني واللي بيني وبينك عمرو يسالي تلاحيت ويا طيح البينية الموجة الأولى ثانية هادشي كله في الخيال الحقيقة هي بقيت كنقول لهم عتقوا 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 أنا شوية هو يجي واحد المتر ناجور عرفتي بلا ما ينفخ هادشي شحالة ماشي هي هذيك حيد تيشيرت ما ضحكوش حيد انا تيشيرت ضحكوا عاود لبس تيشيرت هو يدير ديك طا 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 تسلاب دخل وصل عداد غيا وتم هز زبيد وحده وخارج كيتفلعص ماني نسكت هزيت الفوطه بيد وحده انا مشيت عندو كنتفلعص
هو جاي كيتفلعص وانا غير كنتفلعص حتى بغى يدير تنفس صناعي قلت ليه دا جاي معايا عاتي قال لي معاك قلت ليه هو يضربني بواحد الصرفيقه قلت ليه دير خدمتك مسؤوليه ديالك فاقت ولا تشوف فيه هو الضحك شوف فيا انا وتخنزر شوف فيه هو الضحك شوف فيا انا وتغوبس ريحنا بقينا غير نتغداو بقات مغوبشه هما يضربوا هاد الدراري بكره للوجه قلت مصطفى هذه هي الفرصه ديالك ترد الاعتبار هزيت الكره مشيت عندهم قلت لهم سكر هاد البروس اللي ضرب المدام لوجهها عرفتي هما يدوروا كاملين الميتر ناجور وصحابو عرفتي داروا لي اسعافات الاوليه فقت انا ويا دوزنا النهار بخير طحت ما طلعناش دو الترونسبور ما كاينش وهي ناري على نحس بقيت واقف وشويه ويا توقف واحد الطوموبيل هبط الدجاج الميتر ناجور شفت فيها قلت لها شنو اللهم الاسعافات الاوليه ولا نباتوا هنا ميرسي مصطفى علي وممثل الدار البيضاء مع نفتتح المنافسه هذا المساء تبارك الله عليك مصطفى وانا واش يمشي ونشوف ولا شنو التحكيم شنو هيقولوا تبارك الله عليك كنتمنى لكل التوفيق نمشيو ناخذوا راينا شنو التحكيم على البرنامج دنيا ضحكتي تهضري ليا لا ما قلتي لها والو اليوم ها لا ما قالش لك الكلمه الشهيره لا ما دواش معاك سكت هو كيف فرح فاش كيجي فيها الاول شنو رايك في الاداء ديال مصطفى عليوة وي مصطفى بعدا لقيتي هاد الدريه سخيه ما كلشي كتخلصو هي شوف غنقول لك مصطفى تبارك الله عليك السكتش ديالك جميل موضوع اللي لقيتي فيه انت فين تعوم حنا كنهضروا على البحر التشخيص بالنسبه لي انا شخصيا جيد كان عندك الميميك رائع ها لان فريمون حنا كيف تنقولوا سرحتي بينا صحابو هادشي اللي عاودتي راه بصح ولكن هو من 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 خيالك وحنا دخلتينا في خيالك صوت عندك تمكنك من الصوت ديالك مزيان على الخشبه كتحكم فيها كما بغيتي حاجه واحده بغيتك ترد لي ليها البال المرة الجاية انت راه خدمتيها مزيان ولكن غير واحد شوية الريتم كان غادي يمشي لك في الاخر ديال السكتش ولكن الحمد لله انه كانت لاشيت وكنتمنى لك التوفيق لطيفة سيدي خويا اللي عندك ما تقوله هز الميكرو الله يخليك وقولوا لنا نسمعوا كاملين قلت لك انا حداه وما سمعتوش انا مغيبه همهمت ليها همهمتي مصطفى انت ان شاء الله الاثنين الجاي غدا لحد ما كاينه هضره غتمشي للمقاطعه وتبدل كنيتك لان انت سميتك مصطفى حليوه انت زوين انت حلو انت كتدوي وانا كنزمم ما غاديش ارتجل موضوع جميل ذو محتوى ديال ذكاء نقي مفارقة مغربية محضة مستمدة من الواقع المعيش تشخيص رائع تري بيان تري بيان اكسلون مصطفى علي والشباب كيستناو في الباكستيج كنتمنى له كل التوفيق رفقة ممثلة الدار البيضاء انطلقت المنافسة في برايم الليلة بداية تعتبر جد موفقة واش غادي تستمر المنافسة على هذا المنوال او لا تابعونا حتى نهاية البرايم الباكستيج حاولت انني نطبقه ما امكن قالوا لي راك مريض شي شويه هذا اليوم في الحلاقه برافو عليك الله يبارك فيك بارك الله عليك زينب نرجعوا لعمليه السحب باش نعرفوا شكون الكوميديان او الكوميديات اللي غيتلاقوا بينا
اعطيوني هذيك السوبيره. يلا سير حرك. اذا بكل شفافيه ووضوح اعطينا رشيد الرفيق. يلا اشنو بالك؟ انتقم رشيد انتقم انتقم. باينه 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 هي الشركه. قول لي صافا لاباس خويا بيناتنا دي سوفونير زوينين وبيناتكم كونديدا خصكم تعطوه. شكون راحت ضروري راه قال لي في ودني خصنا دابا شكون هو الكونديدا اللي تبغي من الفرقه ديال كيتوس؟ انا تنقول سهيل بلا ما تختاروا لي. سهيل اذا سهيل من مدينه خريبكا. صافي راه خصو سهيل. السكتش ديالك على اش سهيل؟ طفوله. يلا برافو. قبل ما نمشيو ونعيشوا اجواء الطفوله رفقه ممثل مدينه خريبكا نشاهدوا كيفاش حضر للمرور ديالو هذا الليله امام لجنه تحكيم البرنامج. كنسمعوا بواحد المصطلح مغربي انا المتكي. واخا انت المتكي. عطينا البارتي الاخرى ديال سكيتش. ما بقيتش كنحيد من حدا البحر. واحد المره غادي تنتمشى قلت لها حيدي حيد حبس. انت عارف القوه عندك فين كاينه؟ عندك في الهضره. ولكن عندك مشكل واحد وهو ما تتحركش. وهضرنا على هذا الشيء برا مزيان نصلحوا هذه القضيه بلاتي ونشوف دوز تكنس. سهيل بدا كيربي في سكيتش الطفوله باش يكون كبير ومدرسي مزيان هذه الليله فوق الخشبه. وبكل جديه خدم في الاكاديميه على الملاحظات ديال الكوتش ياسين عبد القادر ودوز سيمانه وهو كيوجد لنهار البرايم اللي هو اليوم. خليونا نرجعوا ليامات الطفوله رفقه ممثل خريبكا سهيل. يلا شوف غتغنيو معايا. ماما جابت بيبي بيبي لو صغير يا الله حبيبي شو سويل مخنفر. الله يعطيكم الصحة. تنسمع بواحد المصطلح مغربي المرأة عندها الركض. أنا ماشي الركض أنا المتكي. الإخوان أنا راني تزاديت كدوكا غتقولوا لي كيفاش غنقول لكم خليقة الله. ايوا راه هادشي اللي عطى الله والسوق. الوالدة ملي كانت حاملة بيا ما كانتش كتمشي دير كونترول عند الطبيب باش دير التلفازة. كانت كتمشي دير السينما. واجي وتشوفوا نهار بغيت نتزاد القابلة شافتني وهي تغوت. واه يا ناري واه يا ناري ماشي بنادم بنادم امي رقية بنادم وانت ما عارفين وانتو ما عارفين باش كيتزاد شي بيبي كتشدو القابلة تضربو. انا شافتني وهي تغوت دور نضربك باش تغوت. قلت لها طرشيني امي رقية انا مزاوب. وهي تنقز واحد الفرم ليا وهي تقول لي ازويوان ازويوان دور خليها تضربك. قلت لها زوينة جيني على الخاطر تشديني بالمسران ديالي. خرجنا من قسم الولاده مشينا لقسم الراحه باش نرتاحوا. يلاه وقفت انا والوالده وهي توقف عليا واحد الفرمليه. ايوا مبروك ما دارت المدام. قلت لها لا راه ماشي المدام هذه راه ماما. وهي تسخف شويه دخل بابا شاف فيا هو يشوف ماما. اش كيدير هاد السيكيريتي هنايا؟ يا ويلي على الراجل هذا راه ماشي سيكيريتي هذا راه ولدك. ولدي ويلي على ولدي ويتك 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 جا عندي وانا نهزو. صراحة الطربية ديال الوالدين صعيبة. سير بابا تلعب مع ماما. خرجنا من السبيطار مشينا للدار. الإخوان باش نقول لكم واحد المعلومة أنا راه كاع ما كنت كنرضع. بابا مسكين قيدني في واحد التعاونية ديال الحليب تمشي عنده نهار ايه ونهار لا وحتى ليكوش. انا راه ما درتش ليكوش وتزاديت بعقلي.
وانتم عارفين فاش كيكون شي دري صغير يلاه باغي يتمشى كيشري ليه با كريري سا بوسيت كيتمشى عليها. حتى انا بابا شرى لي كروسه بالحمار ديالها. المهم الاخوان اللي بغا يدي شي رحيه لشي حاجه راه مرحبا راه حنا معاكم ماشي مشكل. ونهار اللي مشيت للمدرسه اجي وتشوفوا نهار مشيت للمدرسه شافتني الاستاذه وهي تجلسني لقدام ضركت التلاميذ اللي ورايا قالت لي رجع اللور. رجعت اللور عطست ويد ضربت الميد مع السبوره قالت لي خرج جيب والي امرك. مشيت ضربت الدوره في الساحه وانا نرجع عندها قلت له استاذه صافي سمح لنا الله يرحم لك الوالدين ها هو الدري هنا تيبكي ورا السور. اه سويل سويل الله يحفظك يا استاذه. وهي ترجعني جات صحابني بابا. والمشكل اللي كان عندي في المدرسه هو ديال الطاويله. انا الطاويله كانت كتجيني قصيره كنت كنفرشها في الارض. الاستاذه مابقاتش كتسولني على الفرد المنزلي كتسولني غير واش جايب الهيدوره. والمشكل اللي كنلقى في المدرسه ثاني هو ديال التصاور. كتجمعنا الاستاذه في اخر سنه تدير لنا صوره جماعيه كنقراو في القسم حنا 20 صوره كيخرجوا فيها 10 العشرة الاخرين مدرقهم. وسن مشي للدار ماما كتقول لي شوف خرجت العام مع قرانك. كنخرج العام مع قراني تيجي بابا تيسلخني اخر مره نصيبك تتلعب مع الدراري الصغار. حتى وليت كنلعب مع صحاب بابا صراحه صحاب بابا طلعوا براحش. ومني تمشي للحمام الانسان العادي فاش كيمشي للحمام تيشد كسال الا انا كنشد ربعه ثلاثه تيحكوا واحد تيخوي عليا الماء تيسالي وليا الحكان تيسالي عندهم النهار. ونهار اللي سمع الدريات تيعجبهم الدري الطويل وانا نفرح غادي واحد المره تنتمشى حدا البحر وهي توقف عليا واحد الدريه اسكوخ الكلب ديالي تيغرق. قلت لها حيدي شدي كلبك حيدي من هنا ومسحينا مرتي. يلاه بديت غادي كنحس بشي حاجه شاداني من هنا. جيت ندور وانا نلقى مولات الكلب قالت لي انا سميتي العاليه مشرفين بغيت نرجع لك هاد الجميل. اما بيناتناش غسيري ضروري ايوا مني ضروري يلا خلصي عليا شي عشاء. مشينا لواحد الريستورون هي طلعت الفوق وانا بغيت نغسل تحت. مهم الفيلينغ دايز بيناتنا صراحه الاخوان وليت كنبغيها. وانتم عارفين فاش شي واحد كيولي تيبغي شي وحده تيمشي لحدا دارهم وتيهز الحجر وتيبدا يضرب لهم في الشرجم. حتى انا بغيت نديرها ويني دار العاليه ساكنه في التروازيام مشيت لحدا دارهم يلاه زيد الحجر. ثم انا علاش غنضرب بالحجر حليت الشرجم ديريكت عيو عيو العاليه هبيل انا الاخوان. ومؤخرا قررت باش نتزوج بالعاليه. مشيت حدا دارهم هاز الخاتم في يديا دقيت حلت عليا العاليه وانا نجلس. قلت لها العاليه قالت لي نعم قابله تزوجي بيا قابله. ايوا يلا نمشيو عند العدول ميرسي. سهيل يا سهيل ممثل مدينه خريبكا مساء الخير عليك. الله يلا بخير كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك شكرا. نمشيو ناخذوا راي لجنه تحكيم البرنامج في سكتش ديال سهيل ونذكر باللي في مرحله سابقه سهيل الفرصه تمنحات لك من طرف الكوتش ياسين عبد القادر لانه هو اللي اختارك باش تجي معنا لهذا المرحله. راي لجنه تحكيم البرنامج في الاداء ديالك هذا الليله لطيفة أحرار. سهيل تبارك الله عليك كبرتي. مزيان أنك أعطيتينا مواقف كثيرة ولكن كنظن بأن هادوك الشخصيات اللي أعطيتينا وكان قلدتيهم كانوا غيعطيو تعبير أكثر ويعبروا أكثر على السكتش ديالك. كنظن خانتك الكتابة والمواقف اللي حاولتي تقدم انا شخصيا ما قنعونيش بزاف. دونك نتمنى انك تخدم اكثر على الكتابه وتحاول تضبط الموضوع ديالك وتعمره فريمون بالتوابل وتعمره بالمواقف اللي تصنع معاك الفرجه. شكرا, شكرا.
سي محمد الخياري. سهيل انت ماشي سهيل انت صعيب. لو سكيتش ديالك في واحد الخيال جميل جدا لو نتخدم اكثر، لان لازلت اتذكر ربما الاسبوع اللي فات واحد الزميل ديالك كان عمل واحد سكيتش ديال تكلم على الرجل البدائي، يعني هذا الشيء اللي قدمتي لنا انت وهذه القوه الجسمانيه او هذه البدانه اللي قدمتي لنا انت، يا ريت كنت قمصتي شخصيه عملاق كان يكون احسن، لان خيال مبالغ فيه جدا جدا جدا، زائد ضعف الاداء ربما راجع للدهشه ديالك او مرورك لاول مره داخل عالم الاحتراف او شبه الاحتراف. فاتمنى ان شاء الله الا بقيتي معنا يكون عندك ريتم وتكون كتآمن بالامور وتخليها ما تخرجش على السياق ديال انها تدخل في المبالغ فيه يعني. ونتمنى لك فرصه ان شاء الله مزيانه، وهذا الشيء الا بقيتي معنا باذن الله، ونتمنى انك تبقى معنا. شكرا لك سهيل. مشاهدينا الكرام، انتم تقدروا تعطونا رايكم في سكتشات المواهب الكوميديه الحاضره في الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب عبر صفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تظهر لكم اسفل الشاشه ربط اتصال من جديد بالباكستيج. كيف دايره اجواء استقبال سهيل؟ يا الله حبيبي شو سهيل مخرفر، ما جابت بيبي بيبي حلو صغير. يا الله حبيبي سهيل. دابا السي الخياري جاب الحجل وانت جبتي بيبي. برافو عليك. انت تبارك الله واخا يعني ضخم والجوتة عريض المنكبين الله يحجبك، ولكن انت اصغر المشاركين. ولكن في حياتك واش انت زعما يعني جدي ولا فعلا كاين داك الطفل كيتحدث مره؟ يا بصراحه اي واحد عنده داك الطفل كيكون في الداخل ديالو، ولكن بعض المرات كنكون جدي انا يعني في حياتي ديما كنكون جدي. برافو عليك سهيل، ونتمنوا لك التوفيق. التوفيق سهيل. زينب ضحكنا نشطنا وجو رجعوا الاجواء المنافسه في الباكستيج. سفيان نعوم، اذا نعود الى التحراك وسنختار رشيد رافيق. خذ راحتك رشيد. رشيد يلا كونتراتاك رشيد. احنا نختار، احنا ما اختارين، اختاروا. عاود ثاني انت. بما ان رشيد هو اللي عطانا نختاروا، احنا غنديروا غنكونوا قانونيين. وقف انت وياسين هنا، وقفوا. شوف احنا نغمضوا عينينا واللي جات فيه العلامه هو اللي صافي. المهم لي كوتش بطريقتهم غيختاروا. رشيد انا اختار. اذا رشيد هو اللي غادي يختار. تزارين تزارين من كازا الدار البيضاء. تزارين لا اش من سكتش تزارين؟ صراع الاجيال. صراع الاجيال تزارين من مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا كيفاش حضر تزارين المرور ديالو هذا الليله نشاهدوا جميع. شنو هي الحاجه انت اللي ما عجباكش ما مرتاحش فيها؟ نقادوها، شنو هي الحاجه اللي مرتاح فيها؟ كما كتقول انت ديما الكتابه والحفظ هادو لا مزيان، كنعتبرهم من نقاط القوه. نقاط الضعف اللي عندي هو اللعب لوجو. بان واحد التحسن، كاين واحد التحسن في لوجو. انت عندك مشكل في تقمص الشخصيات، خاصك تعرف بانك انت كدير ستاند اب فغي. الا بقيت مثلا كشرحت لك هادشي صوبت معاك كلشي، اذا نجيب واحد شنو غتستافد انت؟ بالعكس انت خاصك تعرف الطريقه، وانت ملي كونديدا اللي عرفتي الطريقه فيت في وليتي خدام عليها وبغيتك تحمر ليا وجه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين الله يصبرك. الله يحفظك. سمير تزارين خدا الملاحظات اللازمه على السكيتش من عند الكوتش رشيد رفيق، وبدا خدام عليهم في الاكاديميه باش السكيتش ديال صراع الاجيال يكون عامر بالضحك. صراع الاجيال على طريقه ممثل ضرب سلطان ولد الدار البيضاء سمير تزارين. السلام عليكم. شوفوا الفرق بين القباح ديال بكري والقباح ديال دابا. بكري من سميتو كتعرفو قبيح بلا ما تحتاج تشوفو، عبد القادر الجمل كان الا وقف عليك يا ربي السلامه الشمس تغيب
تيولي تضل تحجب عليك الرؤية. حمد الغول كان كيصرفق عاود كيقلب هو الكارو ديالو. كانوا قباح وصحاح وما كيتعداوش على عباد الله. قباح مع القباح ودراوش مع الدراوش. قباح ديال دابا في مترو ونص تيوزن 52 كيلو تحيد ليه الشعر تبقى 40. واللقب ديالو ولد هودة. وشبعان برودة. ما كيحتارم لا كبير لا صغير. ومربي كلب. داك الكلب مسكين تيعيش معاه العادات. ما تيخسر عليه حتى ريال. ما تيعرفش شي حاجة سميتها الكروكيت بتاتا. تياكل الماكلة ديال الدار. مرقع، كسكسو، عدس، تقلية، رفيسة، سباكيتي، بيض مطيشة، كيشرب أتاي. والنهار كامل. والنهار كامل ويدور بيه في الزنقة ويعيق على ولاد دربهم. أسي! أسي! وما كيعصيش، كلبو ما كيحتارموش. أسي! لا ولا انتير. الكلب اللي ياكل المرقه وكسكسو والعدس والتقليه قولي ريح غير ريح. ومسكين ما كثرش ما كياكل الماكله ديال الدار. الماكله ديال الدار ما بقاش كينبح ولا تيقول اوف ولا تيصوت. ونهار كيكون غادي للبحر كيدي معاه كلبو يضرب معاه التصويره بوستها في فيسبوك يكتب على لي الوفاء عنوان. وفي الروتوت يركب على الموطور يقول لي تبعني 10 كيلومتر ديال الطريق. فين هو الوفاء؟ فين هو الوفاء في الموضوع؟ كاينه في العنوان، اما في الواقع عفط الوفاء على راسه. وكيدير شي زبايله ولد هودة يغرق فيهم جمل بمولاه. كتقول هذه هي الاخر عليه. ولكن لا، في اخر لحظه كتدخل هودة وكتفاريها. ولا جات شي وحده عندها تبرالها من ولدها كتبقى تحلف وتعطي القلبه. شوفي يا اختي انا ولدي والله تا مربي ما يديرهاش، انا ولدي تابعه العين، ولدك هو ايكامبي. تابع العين، اش من عين؟ عين حرودة، عين قديدة، عين لوح. ويرا حاجة واحدة اللي كتبعو النهار كامل يستفيط. ومن كترت معز عليه ماما هودة واش ما في يديه. أمي قبل كل شيء. غير في الكوميساريات والمحاكم. وحتى ملي كيبغي يحلف عنده حلفة واحدة كيبقى يعاود النهار كامل. الله يطير عليه يديك أمي اللي في الدار واليوم الجمعة. كيطيرها شي 40 مرة في النهار ومبغاتش طير. وكيحدد لك المكان والزمان ديالها في كاينه حلفه بلوكاليزاسيون ديالها. وكاع الناس نورمالمون كيبغي يديروا لايف كيديروا مع 8 مع 9 ديال الليل ماكسيموم 10 كيكونوا باقيين فايقين الناس الداعمين واصحاب كابيسو كابيسو اصحاب خويا شجره شجره سبع سبع عافاك عافاك قنيه اصحاب الطلبه برو ماكس. الا ولد هودة نفسه هنا ما باغي لا كاسكيطه لا تقشيره لا صنداله داير لايف مع الربعه ديال الصباح ديرو الجنون وفيه 45 دقيقه تقول غيشرح لينا ظاهره الاحتباس الحراري وتصحر التربه. وخويا دير لايف فيه 45 دقيقه زيد ربع ساعه ودير لنا ساعه في الجحيم. هو راه ما بيه لا لايف لا والو عنده شي قطيبات باغي يشنشطهم في المباشر ويتقاسمهم مع المشاهدين. ربع ساعه الاولى ديال اللايف هو ما كاينش حط تليفون أنفاس مع طابلو فيه تصويره ديال الكلب وطلق مورو مع الفجر. انت تسمع الصداع باه قبر بالله قروينا هو ما كاينش في اللايف وصداعه كاين كيقلب على بريكه مو درا ليه. ومن كثر ما كيتعطل ولد هودة ما كتشوفوش في اللايف كيجيبك الله بحال داك الكلب اللي في الطابلو هو اللي يدير لايف. شويه كيدوز كلبو من قدام التليفون تيشوف راسو في التليفون كيشوف الكلب اللي وراه في الطابلو تيقول اوف. كتكون انت جالس كتفرج ديك اللايف كتكتب ليه كوشي كوشي ما تيكوشيش كتعاود عليه المره الثالثه كتمشي طيح المكانه ديال الضو. لايف كلباوي. واخيرا وبعد مرور 45 دقيقه تيبان ولد هودة في المباشر وباقي ما لقاش البريكه. جايب شمعة صغيرة شاعلة يلا كيحطها تيبغي يشوف اللايف كطفى ليه كيعاود يرجع الكوزينة يشعلها تيعاود يرجع يلا كيحطها كطفى ليه كيبقى غادي جاي غادي جاي الليل كامل. وفي الاخر ملي كيشوف اللايف تلقى ثلاثة اللي تفرجوا فيه ولد نادية وولد نعيمة وعبدو ربيه.
كيطلع ليه الدم تيتعصب اوه كلشي نعس ورا كلشي نعس بقيتي تا وكلبك لي فايقين حتى كيبغي يسدك اللايف كتبان ليه مشاهده اخرى طلعات كيديرها خويا حبوبه من الكبار ولد هودا من داك النوع اللي كتلقاه طالق الموسيقى في الدرب مخدب بلال ومجهدها كيسمع الاذان قال الله اكبر تقول لك طفي 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 الموسيقى كطفي وكيبقى داوي هو وخلي الموسيقى خدامه هو الاعتقاد ديالو ودماغه خاص على الموسيقى تسكت اما هو يجوز يبقى يهضر كيستعمل جميع البليات اللي كينعسو بنادم بنهار وكتلقى بالليل تيدور عيني خارجين بحال الجن كتقول لي ما كتبك باغي عيش العيبه نطيح بها الراس داك الشيء اللي استعملتي النهار كامل اش طيحتي به التفاعل تدوز من حدا طوموبيله ساويه 200 مليون تقول لك ترى فلوسها خسرناهم ها سافر المحطه ما كيعرفهاش فين جات اخر مره سافر في 1995 داوهم لمخيم الاطفال على حساب الجماعه والمشكل مابقاش عاقل حتى فين داوهم شكرا سمير بارك الله ولد الدرب سلطان سمير تزارين بهدوء قدم سكتش ديالو تنتمنى لك كل التوفيق الله يحفظك اختي ونتعرفوا على رايك شنو تحكيم البرنامج تزارين بغيت نقول لك تزارين عجبني الثقة باش دخلتي والثقة باش قدمتي السكتش ديالك كتابة مضبوطة أعطيتي لكل كلمة الحق ديالها كل موقف قدمتيه بالنسمات ديالو بالأريحية ديالو بالفضاء ديالو بالشخصيات بالزمكان اللي هضرتي عليه غير حاول أنه ما يتسلش الشخصيات اللي كتقدم وهذه الحركة هذه حاول تضبطها أكثر في الشخصيات اللي كترسم سينو تبارك الله عليك أمتعتني دنيا يا دنيا أيوة يا دنيا بقيت تنضحك حتى جاني الجوع سمير والله العظيم جاني الجوع شوف سمير أنا كنبقى نتسنى حضورك من سكتش الأول بفارغ الصبر لأنني كنحس بك غيال أنا كل ما هو حقيقي كاين في المجتمع كيعجبني كيقصني أنا مني كنتفرج في سمير كنتفرج في الدرب قد ما بقيتي غيال قد ما ضحكتي الناس قد ما جريتيهم أنا كنحس بك كتستمتع بداك الشيء اللي كتقول علاش كيف قلت لك دائما غنرجع لك لأنه هو حقيقي كاين سمير ملي كيكون أنا كنتفرج في الدرب كنحس سمير حاط لي درب السلطان كان بغي نتفرج فيه انا عجبني بزاف ذكائك حتى في اختيار الاسماء باش ما تقولش لينا ولد فلانه ولد فلانه وانا عارفه وانت عارف ها اسماء اللي نقدر تكون عاديه بلديه ولكن غتلقى مولاها كاين وتقدر تسطح معاه في شي درب ويقول لك علاش اخويا سميتي مزيان انا كنبغي الفنان الذكي دائما خدم بذكاء وتعامل معه بذكاء بالحوايج اللي بانوا للناس بسيطين ديطاي عادي ولكن هو راه كيعني بزاف ديال الحوايج وكنتمنى سمير انك تشبت بحلمك لانك بصح بصح مشروع ديال ستاند اب واعر شكرا لك بالتوفيق لك سمير سمير سناسي محمد بغى يقول لك بما اننا كنتكلموا على منطقه درب السلطان جوهره مدينه الدار البيضاء بامتياز مع احتراماتي لباقي الاحياء كلها طبيعه الحال لان كلنا مغاربه فكرتيني في المرحوم الباجي عبد الكبير وخديجه الكدالي الشاوش بوعزه اللي عقلتي عليه الشاوش بوعزه كان كوميدي كان مع البداوي وكان معروف بالكاسيت ديالو يامات الاشرطه الشاوش بوعزه كان دائما عنده من الوقفه ديالو من الشوفه ديالو من المواقف ديالو دائما كاين واحد السخريه ديال واحد انسان عنده موقف شي حاجه كلشي مقلق وتا حاجه الله يرحم الباجي عبد الكبير من خلالك الشاوش بوعزه شكرا لكم السلام عليكم شكرا لك بالتوفيق لك سمير مشاهدينا الكرام نتمنى أن المنافسة تستمر بهذا القوة بين المواهب الكوميدية وليكوتش أيضا شكرا جميع ليكوتش على المواهب على المجهودات ديالهم رفقة الكوميديين خلال البرايمات كاملة نرجعوا للباكستيج علي سامر علي سامر علي سامر علي سامر برافو عليك سمير تحية لك وتحية لدرب السلطان اللي كتنتج لنا فنانة بحالك مريتي بالبرايم الأول ديالك وهذا البرايم الثاني واش حسيتي براسك كان تحسن وكان ديفلوبمون يعني كان تطور أنا أصلا خدام على هذا الشيء بأنني نكون في برايم الثاني أحسن من البرايم الأول
برايم الاول بنت بواحد المستوى زوين مغيش نبان ناقص. وشنو السر ديال هذا الهدوء ديالك؟ يعني كنلقاوك بينا فوق الخشبه انت كار من السر من اجي خويا رشيد. السر من هذا السيد هذا تفيقات على رشيد رفيق اكيد وعلى كاع لي كوتش ديالنا سعيد وديع. نقول لكم واحد القضيه على تزارين، فهو واحد الانسان اللي ديما تنشوفه خدام وشاد الكتاب، يعني كيبغي يعني كيجتهد. برافو عليك خويا، واليوم حمرتي لي وجهي بهذا المعنى. بالتوفيق لجميع المواهب الكوميديه. اليك الخط زينب. انا نرجع من جديد لصاحب القرعه لان محتاجين كوميديا او كوميدي. اوه شكون رابع مشارك في هذا البرايم هذا؟ اذا دائما في اطار الوضوح ستتضح لنا الصورة. هكا ياسين ورينا الكاميرا، وريها الكاميرا باش تكون سعيد ووديع. سعيد ووديع. شكون غادي تختاروا؟ بما انه احنا ثنائي اي دان ايدان ثنائي اختاروا ثنائي 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 ثنائي. سمية أميمة من مدينة الرباط، العنوان ديال السكتش ديالكم صناعة المحتوى. صناعة المحتوى. إليك الخط زينب. سمية أميمة، كيفاش وجدوا البرايم الليلة؟ نشاهدوا جميع. عطيوني السكتش وعطيوني الانرجي. داكشي علاش قررنا نديرو قناة في اليوتيوب. عطيوني لاشويت ديال السكتش. صافي لالا نديرو مقالب. دابا نتوما عارفين البوان فور عندكم فين كاينه، انت تخليو لو سكتش وتدخلو فحال امراه مع بنتها كذا. هادي عندكم القوه هنايا فين تيبدا يبرد عندكم السكتش قبل ما تدخلوا السيتياسيون. هنا فحال لا تيطيح واحد شويه دريتم، وهادشي اللي كنوقع المره الاخرى. ومزيان تبارك الله عليكم. ثنائي أميمة وسمية خدامين على السكيتش ديال صناعة المحتوى بعد ما خداو ملاحظات الكوتش ياسين عبد القادر، وبداو كيوجدوا وكيحضروا وكيجهزوا باش يكونوا واعرين هاد الليلة. نستقبلوا هذه المرة الثنائي النسوي الوحيد في هذا الموسم من برنامج ستاند اب، سمية وأميمة. زيدي واكتيفي ليا الجمال. يا ويلي هاد درنا في السكيتش اللي فات. قولي لي ماذا يقول الشاعر؟ يقول الشاعر: جدي الصنعة إلى مغناتك تترك. وأهم صنعة تكون عندك في 2024 هي صناعة المحتوى. هي راه كتغنيك ولكني ما كتستركش. إيوا مني كتغني كتغني، قلنا نديرو قناة في اليوتيوب. المحتوى الأول وصفات في الطبخ. كيف تحضرين كيكة الشوكولات في 5 دقائق؟ يا ويلي رحنا طيبناها في 5 سوايع. لا هبيلة، راه غنمونطيو اليوم مع 5 دقائق. ها كنحتاجو سيداتي السكر والفارينة، الفاني والخميرة، الحليب وقولي الشوكولات. ولا ما عندكش؟ ما غنديروش الشوكولات. طيبنا الكيكة وما صدقاتش لينا. صدقات لينا عبطبوطه. بطبوطه وعندي عقليه كيكه بالشوكولات. ما درناش الشوكولات، درناه في العنوان. بدلنا المحتوى ودرنا نصائح في الجمال. وما صدقاتش لينا، قلنا علاش ما نديروش محتوى رياضه اليوغا. جرباتها جميله جارتنا، دخلت لبيتها ودورت بها 66 شمعه، جلسات كاتكونسونطرا عاد دخلت عليها امها. مشى. يا ويلي بنيتي ولا مشى الهلا يردو سحور ليش؟ لا مي ما تفهمينيش غلط، هذه رياضه اليوغا كتخليك تكونسونطراي. وتكونسونطراي يا بنيتي
بيتكو جمعيه وماريو غنحلو عنقني. لا مي ما فهمتيش، هادي راه كتخليك تجمعي الطاقه. هاو جمعتي الطاقه؟ يلا هو نوضي جمعي الوقفه وسيري جمعي ديك الكوزينه ولا غنجمع بنتي بنص. وما صدقاتش لينا، قلنا علاش لا ما نديروش كوتش مونطال. اليوم غنديرو كيف تكون امراه قويه. جانا اول اتصال. الو وي لالا. وي لالا عافاك، بغيت ندير معكم ديك الحصه ديال كيف اكون امراه قويه. مرحبا لالا، هانتي عاودي مورايا. انا امراه قويه. انا امراه قويه. لا لا لا، ثقي في راسك وقوليها انا امراه قويه. انا امراه قويه. بليفا. انا امراه قويه. ايوا الحمد لله على سلامتك لالا، دابا تقدري تخلصينا 1500 درهم. هادشي بالفلوس. اييه ايوا عاودي معايا لالا. انا تخلصت. انا تخلصت. لا قولي هاوتي تايقه في راسك. قولي هاوتي تايقه في راسك. انا تخلص. انا تخلص. بليفا. انا تخلص. ايوا حسبي صرفك على لالا وما صدقاتش لينا. شتي انت الا بقيت تابعاك ما غنصور حتى درهم، غندير محتوى ديالي بوحدي، محتوى في الريجيم، كيفاش نقصي 20 كيلو بالصيام المتقطع. لا هذا راه انا اللي خصني نديرها. واخا لالا نمشي معاك على قد عقلك. ها انت درتي الوصفه، فين هي النتيجه؟ يا ويلي ساهله، ها قابله وها بعده. واذا المحتوى ديالي صراحه ما كرهتش نضعاف. حتى انا ما كرهتش نغلاض. نتبادلو. نتبادلو. باش كتحسي؟ كنحس بزاف. وانتي باش كتحسي؟ ما كنحش. اش كديري؟ كندير السم اللي فيك. ها؟ ها؟ وانتي اش كديري؟ كندير الغباء اللي فيك، كندير التبوهي اللي فيك. دوزي على بلاصتك لانت عادة. قولي لي الا بغيت نضعف شنو ندير؟ سهله، غديري الصيام المتقطع، عاد تاكلي تفاحه في الصباح وتفاحه في الغداء وتفاحه في العشاء. صافي صافي. وناكل تفاح؟ مال التفاح يخلعني. مور الماكله ولا قبل الماكله؟ حامضه. مع التفاح والعصير؟ وما تعيقيش، انا راه داويه معاك من نيتي. وانت اللي ما تعيقيش، اللي كتقولي لي الصيام المتقطع انا قديت على الصيام العادي. لا انت حق عليك يا ودي، ما تفكرينيش باقا نعقل. العام الاول اللي صمت جات عندي امي جايبه لي بانيو ديال الحليب. لاش؟ قالت لي غتصي وجهك بياض. عدى الحق، حمد الله جاتك غير في الحليب. انا راه 3 ايام وهي ساده عليا في واحد البيت، قالت لي ما خاصي نشوفك حتى راجل. ها شنو وقع؟ لا الحمد لله، باقا دابا ما كيشوف فيا حتى راجل. فين غايشوفو انت اللي عطستي تفدعي؟ شناهو؟ راه واخا تشوفيني بحال هكا راني حادقه كنوجد شي شهيوات تاكلي عليهم صبع يديك. اش غتكوني كتوجدي كاع؟ لوكمي. يا ويلي اش هادشي؟ بريوا. يا ودي يا ودي الشهيوات يا ودي. لوكمي تو. اش هادشي؟ فلو. واش كتخربقي؟ تخربيق؟ ورا نمشي معاك بعيد وندير لك الصفوف والله تتشتت لك هنايا. لا لا، منين وصلنا لهاد الماصل راه ندير لك الحريره هنايا. لا اميمه، غاسمحي لي يا صحيبتي، انا اللي غندير الحريره، انت غديري العظم اللي في الحريره. هاجي والله حتى كنعرفو نتعاطاو، كدرنا عام محتوى د المعاطيه. لا 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 لا، تشات المعاطيه ما معطيش لينا، غنديرو داكشي ديال التلويم المغناطيسي. فيه الفلوس؟ يا ويلي على فيه الفلوس، الفلوس كالروز غتبعيني. ياك وشكون اللي غتنعس؟ انا اللي غنعس لالا. يلا ها انت نحسب حتى ثلاثه نعس. سيري اخويا. يلا مستعده؟ مستعده. واحد جوج ثلاثه. تخيلي معايا انت غاده في واحد الغابه. مالك؟ الغابة خفت بالليل ولا بالنهار؟ تي راه حنا غا كنمثلو نعسي. تخيلي معايا انتي غادا في واحد الغابة بنهار وزقزقت العصافير
والفراشات وخرير المياه. خرير شنيت شنيت خرير نعسي. وفجأة شفتي فارس الأحلام ديالك. فيناو تيلاش تيلاش حليتي عينك يا ويلي؟ راه فارس الأحلام شوف وانا ناعسة. سومية راه حنا كنمثلو كنمثلو. دوزي تلعسي. وصلنا حتى لفارس بديتي تمثلي عليا. أنا اللي غندير هادشي ديال التنويم المغناطيس. كتفهمي فهادشي؟ أنا راه خطيرة فهادشي ديال المغناطيس. يلا سير. تخيلي معايا انا وياك في الغابه. انت كيفاش انا وياك قبيله فاش كنتي هنا صيفطتك بوحدك؟ دابا انا وياك. تعرفي مصلحتك قدي. لا نعسي وسكتي الوقت خايبه. الفراشات وزقزقه العصافير وخرير المياه. فجاه بلك فارس الاحلام ديالي. كيفاش فارس الاحلام ديالك؟ قبيله فاش كنتي هنا قلت لهم فارس الاحلام ديالك، دابا كتقولي لهم فارس الاحلام ديالي. ورانا ما قلت والو، قلت غير داكشي اللي كنتي كتقولي. لا 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 هادشي ديال المحتويات ما عطانيش، ما عجبنيش صراحه. صاحبتي الله يرزقها الصحه والسلامه والخير. ميرسي. سميه وميمه تبارك الله عليكم. سعيدة أنه هذا الموسم الحضور النسوي قوي. كاينين شابات تيمثلوا الكوميديا المغربية، ونتمنى التوفيق لجميع المواهب الكوميدية. تعرفوا على رأي لجنة التحكيم البرنامج بسكتش ديالكم، ونذكر بلي انتم تكلمتوا على عالم صناعة المحتوى. دنيا دنيا دنيا. نعم أختي نعم. اش بان لك؟ سميه وميمه، موضوع جميل ديال صناعه المحتوى، حتى هو فيه بزاف ما يتقال وفيه بزاف ديال لي ديتاي، ولا بديناه ما غنساليوش لانه اصلا في الواقع ما كيتسالاش. انتم بجوج كشخصيات انا صراحه معجبه بكم، كيوت حليلوات على القلب وفلاسين. كتخليو بنادم باغي يتبعكم، باغي يسمعكم شنو كتقولوا. الاكسبرسيون كوربوريل ديالكم عجبتني بزاف، خصوصا ملي كنتو كتقلدوا هادي حلو هادي فلون هادي بريوا هادي كذا، يعني بينتوا لينا واحد شويه بانكم عندكم بزاف ما يتقال خصوصا في الاكسبرسيون كوربوريل. انا بغيكم تخدموا لي شويه على الصوت، ها ما نبغيش نسمع الزعيق. قلبوا لي على شي خامه صوتيه اللي ما تضرش الناس في ودنيهم بزاف. تبارك الله عليكم، كنتمنى لكم التوفيق. سي محمد الخياري، اشنو بان لك في اداء اميمه وسميه هاد الليله؟ وعلى هو يقد يهضر. علاش؟ عندنا ثنائي نساء. بعدا كنشكر ياسين عبد القادر لان اختار لنا ثنائي نسائي. وسيدي محمد جالس وسط جوج ديال النساء. ها؟ ولقى؟ المناصفة المناصفة. غيت تزربو غيت تزربو غيت تخسرو وجهكم غيت تزربو. راه كون قريتي اش كتبت انا راه بيتي تندمي. اميمه وسميه، قدمتوا لنا موضوع اساسه او ينطلق من النقد الذاتي لوطو ديغيزيون، ولكن اللي جميل عندكم هو انها كانت خاليه من الجريح. ما سقتوا لتا شخصيه ولتا الجنس بشري قلدتوه، ما سقتوش ليه حتى البريوه حطيتوها كيف هي خصها تكون محطوطه والفلون. غادي نقول لك شنو كتبت، لان انا كنبغي نوثق ملي كتكون شي حاجه كتعجبني. كتبت ثنائي نسائي متوازن، موضوع الساعه يعني اني تعبير جسدي ساعد على نجاح الموضوع، قليل من الصراخ اياكم وتطيح الريتم. شكرا لك سي محمد الخياري. اميمه وسميه كنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. لحد الان مشاهدينا الكرام تابعنا اربعه المواهب الكوميديه، مازال جوج غادي يقدموا سكتشاتهم الاجباريه امام لجنه تحكيم البرنامج. وللتذكير فقط في نهايه هذا البرايم اربعه غادي يمشوا معنا ربع نهائي ستاند اب الموسم الثامن. دائما احنا معكم على القناه الاولى. نرجعوا للباكستيج من جديد. وسميه هكا يكونوا بلاد سميه وميمه.
برافو عليكم. الله يبارك. كان انسجام واضح. لقيتوا المحتوى ولا مازال؟ اميمه عندك سميه باردون كاين عيد ميلاد اليوم ياك؟ زين برا عيد ميلاد ديال سميه اليوم. سميه للعيد ميلاد تاعك تبارك الله هذا الدراري جويو زانيفيرسير. يلاه مبروك انيفيرسير سميه جويو زانيفيرسير سميه جويو زانيفيرسير سميه جويو زانيفيرسير سمية كنتمناو لك طول العمر والصحة والخير والسلامة وبزاف ديال النجاحات إن شاء الله. عودة من جديد للمنافسة، مازال جوج ديال المواهب الكوميديا صاحبة القرعة، شنو غادي يعطينا؟ إذن سيدتي وسادتي حاليا غنبداو في القرعة يعني الخامس المتباري الخامس بالشفافية والموضوعية. شكون اللي باقي ما شفتش؟ شغلينا عاوتاني. وسعيني عاوتاني. يلا عطونا خامس. بنياس يوسف من مدينة أسفي. كيفاش مجد راسو ممثل مدينة أسفي يوسف بنياس لهذا المرور؟ نشاهدوا جميع. يوسف بنياس اعطيني السكيتش ديالك مع اش كيفيق السوفاجي مزيان، مع اش كيفيق السوفاج وكيفيق معاك هذا ويلي دوت معاك يزيد كذا. جمع لي الحوار. ما نكذبش عليكم الواليد هذه الضحكه هذه علاش ما كديرهاش هذه هذه الابتسامه تمتع صاحبي قول لي السلام عليكم كتا دخل قول تيكس ديالك تيق في راسك. تبارك الله عليك. الله يوفقك استاذ. ممثل مدينة أسفي يوسف بنياس خدام على الموضوع اللي جا فيه في القرعه وكيحفظ ويعاود باش يكون المرور ديالو فوق الخشبة اليوم من داك الشر فيه. نستقبلوا بحرارة ممثل آسفي يوسف. السلام عليكم. كنا كنعرفوا المشرمل ولكن ما عرفناش باش مشرمل، واش بالزيتون بمطيشه بالحار ما عرفناش، ولكن اللي خصكم تعرفوا هو جد هذا المشرمل شكون هو. هو السوفاجي. ومن جات هذه كلمه السوفاجي؟ جات من عدد داك اللي كيكون شاد الراس تاع الدرب وما عنده ما يدير واللي داز كيعيط عليه شوف اجي شوف اجي ديك شوف اجي شوف اجي وهي تعطينا السوفاجي. هاد السوفاجي هذا غالبا كتكون سميتو معيزو، وكان كيوشم هنا امي زعما راه ما قاريش. ومعاش كيفيق هاد السوفاجي؟ كيفيق حتى الوحده ديال النهار خاسر بجوج لزيرو، ولا دويتي معاه يماركي عليك الثالث، وكيشعل واحد نص سكارو طافي من البارح واحد البيت مظلم على الريق. واول حاجه كيفطر بها هي الشوفان، ماشي اللي في الجبانيه، كيحل الشرجم وكيشوف شنو طاري في الدرب. هلا كيرجع يكمل الفطور، وعنده واحد البراد محيده ليه الغلاقه، الغلاقه راه دايره طفايه، كيكب منها واحد الدكيكه تاع اتاي بارده سميتها التلصيقه، ليها شي ربع ايام، ما كيسخنهاش، حيت الراس تاع البوطه تا هو باعو، وما كيشربهاش. وما كيشربهاش كيدوز بها غير لاماس، كيجيبها حتى كتمس القنوفه وكيعاود يردها، كيديرها في يديه وكيخرج معاه واحد الكريسي ديال البلاستيك داك اللي كيدو لعيالات الحمام، فيه واحد الشقه من الجنب هذاك الكريسي. داك الشيء علاش كيبان لك هذاك السوفاجي جالس في الراس تاع الدرب عوج؟ راه ماشي بريستيج ولا عياقه، لا راه كيكون جوانيابل، ولا مشى تا جلس مقاد فوق هذاك الكرسي ملي غيبغي ينوض راه غادي ينوض هو الكرسي قد قد. كيجلس واحد شويه كيبقى يسلم. مي فاطمه الله يعفو عليك مي فاطمه، بالي الله يحفظك، سلم لي على الوالد الله يحفظك. كيعياو لي هاد اليدين بتسلام، شويه كيتمدى شي واحد ثاني ما كيعرفوش ما كيسلمش عليك، بقى تابعو بعينيه تابعو بعينيه تابعو بعينيه، ومن بعد كيدير عليه واحد السطوري.
كيرجع تاني للدار كيبغي يحل الباب كيلقاه عاصي الحيلاني ملي كيدخلهاش منك يا وائل كافوري في ديك الدار كيلقى الدار مازال مظلمه كيلقى الدار مازال مظلمه كيبغي يشعل الضو ما كيشعلوش من لانكاسا لانكاسا ترا كاع باعهم كيكون زادها واحد جوج خيوط هذاك النوتر مع الفاز كيمشي ديريكت للديجانكتور كيشعل منه المكانه كيشعلوا البالي في خطره بحال عنده قاعه الافراح داكشي علاش هو كي شكرا داكشي علاش هو كيجي الضو غالي وما كيخلصوش وكينوض يدوا ليه المكانه وكيبدا يعرعر في الدريبه كينوض الجيران يتفاردوا ليه بشي باركه باش يجيب المكانه وكيطبها حيت عارف المكانه راه في سميت الوراثه وساكن في واحد الدار مهدده بالسقوط حيت ما كتقراش مزيان وما كيدخل عنده حتى شي واحد من الجيران كيخافوا تريب عليهم وهذيك الدار عنده باش عامره عامره بالخاوي والكتبه في الحيوطه واحد الثلاجه حتى هي دايرها ماريو معمرها بالسبرديلات خاشي فيها واحد الكاربيراتور وكردابو تاع سونتروا ومجمر مقلوب كيهز فوق منها واحد السجاله دوباف خدامه فيها البوطونه ديال الشعيل كيخرج الراس الدرب وكيبقى يعاود في ديسك واحد وراني مره هنا ومره لهيها كيبقى يعاود في هذاك الديسك يعاود فيه يعاود فيه حتى كيسالي الحجر تاع السجاله كيولي هذاك المغني مسكين حتى هو ملي كيسالي الحجر تاع السجاله كيقول وراني مره هنا وراني مره هنا ما كيبقاش عنده الجهد باش يمشي ليه وفي الليل مسخوط الوالدين كيجمع دوك صحاب خليتي فيها كيجمعهم في الليل وكيدير واحد القالب كيدير واحد الباندا كيلوي على ليديه باش يسولوه مالك كيبدا يكذب عليهم كما كيبغي يسولوه مالك هو راه هو اللي كيبدا يسول فيهم علاش نعسوا الباه كيقول انا عسنا مع 12 ناري ما حضرتوش لواحد مضاربه البارح اصاحبي مع 3:30 اي كيفاش وقع لك مشيت اصاحبي هذا بيقا بغيت نجيب شي كويروات ترى وقفوا عليا 6 اي وشنو درتي معاهم واتخوك صاحبي راه 7 صاحبي ترى وقفت حسكه صاحبي جا الاول وانا ندور ونعطيه جا الثاني وانا نوحل ليه القمقوم ديال صباطي في فمه جاو جوج ونزديهم تتسلتوا ليهم صبابطهم جا الخامس ونصلي معاه واحد الصليه ماق تشعلت لي العافيه في قميجته ونسلت واحد المطرقه سلفتها لواحد فمه خليت ليه الدرس الوراني اوه انت صاحبي انت يا صاحبي رجعت لومبيلونس اصاحبي واه وكاع ما سمعنا هاد لومبيلونس حنا كنا في دريبه حتى لا صاحبي رجعت لومبيلونس ولكن جات سيلونس راه واخا هكاك هاد الشوفاجي كان ظريف وكان ما كيتعداش وكان عنده ما يسمى بفل العيش لاغ دو فيفغ راه كان كيدير واحد القالب في الدريبه كيدير واحد الشوايه ديال السرديل كي تمدي شي واحد باين لي فيه ما يدار كيعيط عليه شوفه اجي شوف اجي تلا صاحبي ديري ديك مع ناس تلا كيجي السيد مسكين على نيته يلا كيبدا في السرديله الاولى الله ما على وقفيتك الله يمشي مويني الله يعفو عليك اشوف وش قوي الروات الله يعفو بوك عرفتي بوك راه مدوز معايا 7 سنين الله يعفو عليك وملي كيتحنسر كيقلبها سينيه كيدير واحد السينيه بدا يتسارع على الحوانت والناس السلام عليكم الله ما تعاونوا معنا نديروا العشاء لواحد المراه الله يجازيكم بخير شريفه واحد السيده بغينا نديروا لها العشاء وفعلا كيجمع شي بركه كيديرها في جيبه وفعلا كيلقاوه مع شي واحد المراه في سناك شاد لها كاسكروت كيبقاوك كدور الايام والشوفاجي كيقرر يتزوج وبي من هاد المره بالعيشوريه هاد العيشوريه واحد النوع من العيالات عزيز عليه الكوميساريه الا ما مشاتش لها شي مره كيضر راسها شريعيه وعادها مع القانون ومره كدير البيانو هي اللي كدير دارت مع العيالات وكتاخذها هي الاولى وكدور فيهم وكدور ميه وعزيز عليها القطران عزيز عليها القطران وكطيح ماشي على السواكن كطيحها على الهوته أم اللي كتب
هما اللي كتزوج بالشوفاجي بحال الا لقيتي العافيه مع ليسانس كيولوا ملاهينا مع بعضياتهم، كيولي غوتهم واصل الراس تاع الدريبه كتسمع واك واك اي بدله واش هذا ما باش يخدم ولا مالو، كي جوج جيران يطلوا تما الشوفاجي ما كيرضاش كيقول انت سكتي فضحتينا تخلينا مستورين، كيجري يجري الشرجم كيبغي يصد الشرجم كيتفكر بلا راه تا هو راه دابعو. واخا هكاك واخا هكاك هاد العيشوريه راه كانت واحد الانسانه معقوله وفيها النفس حاره كتعاود تجهز هذيك الدار وكتعاود ثاني تجيب المعنات وكتعاود ترد المكانه ديال الضو وكدير للشوفاجي كالروسه ديال السوسيس. واخا هذاك الشوفاجي هذاك اول نهار غادي يخدم فيه ما صدقش هو هذاك، دارت ليه كالروسه تاع السوسيس، عيط على صحابه دار ليهم العباسيه ضرب لها راس المال كامل وهي تجي تحيح عليه، ولات مسكينه هي اللي مقابله الكروسه مقابله البيع والشراء وكلفته بمهمه واحده، قالت لي شوف غنكلفك مهمه واحده غتستقبل لي الكليان، وفعلا ولا كيستقبل الكليان بهذيك السميه ديال الشوفاجي، هاد المره خدمها تجاريا ولا كيقول الكليان شوف خويا اجي مرحبا بكم شوف اجي شوفاجي شوفاجي، ودابا راه دايرين واحد السناك في اسفي سميتو شوفاجي فود. شكرا. ممثل مدينة اسفي يوسف تبارك الله عليك وتنتمنى لك كل التوفيق يوسف، ومن خلالك تنحيو الناس ديال اسفي، قدمتي سكتش ديالك، نتعرفوا على رأي لجنة تحكيم البرنامج في المرور ديالك هاد الليلة. دنيا اش قال لك تكضحكي من قبيله؟ دنيا لا ما يمشي حتى بلاصه. دنيا اش قال لك؟ فين فين دويت باش تقولي لي اش قال لك؟ لا دويت معاك قبيله ذكري مولاي انا راه حاضيه انا وهي هذيك الله سيدي خويا رايك واش قال لك؟ الجاي يوسف نقول لك واحد الحاجه زعما من قلبي خالص، يعني مهما يقولوا الاساتذه مورايا من قلبي شوف كانت منك تبقى لانه بصح ضحكتيني ديال بصح وتطورتي بواحد الشكل كبير، انا الصراحه فاجئتيني وصراحه جو ميرسي رشيد فريمون بانك خدم معايا كبير لان اللي شافك في الاول ما غنشوفكش فريمون بصح دابا يوسف تبارك الله عليك. شكرا لك. اش قلتي؟ اش قلت في القى؟ اش قلت في السيد ولا اش قلت لها؟ بجوج. انا ما قلت لها والو، فاش كنتي كتسولي انا كنت صامتا. كنت صامت قبل ذلك كنت هادرا. شنو رايك اليوم في المرور ديال يوسف؟ هذا صديق ديالي بعدا كنعرفو سنين كنعرفو داز عندنا مرارا في لي كاستينغ واحد الخمس سنين ولا اكثر كان كيجي عندنا. انا اللي كتعجبني عندك انا غادي نقسم لك ماشي انا السكيتش ديالك ينقسم الى قسمين، عندك واحد البروده في الاول ما عرفتش علاش خليتيها تسكنك، علاش؟ حيت انت متضلع، نقولها لك انا بقيتي ولا مشيتي، انت متضلع في لو جو دمو، كنعرفك ان عندك مال جو دمو مخلوق معاك، ولكن احيانا كتعول عليه ملي كتقول بغيت نحل الباب ولقيتو عاصي في الحلاني، فهمتي هذه خصك تلعبها، بغيت نحل ولقيتو عاصي في الحلاني ماشي لقيتو عاصي في الحلاني، وقتاش تمجهدتي وسخنتي؟ هو ملي دزتي عندك اللي الدار في 3 الصباح ويدير الفاس ما في يدو شخصتي، علاش ما تكونش من الديبار هكا كابينياس وراك زوين ونتمنى تبقى معنا. ناخذ راي لطيفه احرار هذه المره يوسف. عرفتي يوسف انت خلق لراسك واحد النوع ديال الكتابه، ولكن اللي عاجبني هو انك خلقه لنفسك بعدا قبل ما تقاسمه معنا، غير هو راه ملي كتختار انك تطلع فوق الخشبه راه كتختار واحد الفن اللي خصك انك تقاسمه مع الناس، ومني كنتقاسمه مع الناس عندنا بزاف ديال الادوات اللي خصنا نشتغلوا بهم، اولا في الكتابه لمن كنكتب وشنو كنكتب وعلاش كنكتب وفين كنكتب، يعني ملي كنطرحوا هاد الاسئله تما كتكون الدراماتورجيا، تما كتكون الكتابه، تما الكتابه الاولى اللي كتكون في الوراق، من بعد كتجي الكتابه الثانيه اللي هي كنتقمص انا هذوك الكلمات وكنحاول نخلق منهم واحد العالم اللي كنتقاسمه مع الجمهور، اللي في المرحله الثالثه كتجي الكتابه
فوق الركح. انت بقيتي بالنسبه ليا في الكتابه الاولى اللي هي مع راسك. اللي غنطلب منك اي يوسف هو انك تشتغل على الخفه، تشتغل على المرونه، تشتغل على لي زاكسيسوار اللي كتخدمهم، تشتغل على الشخصيات بالنبره وبالحركه، وسورتو سورتو تشتغل على الايقاع باش ما يكونش هناك ملل. وشكرا. يوسف رجلك رد ليها البال، فاش كيصيبك التوتر كتبقى تلعب برجلك بزاف كتحركها. هاد التوتر ما خصوش يبان عليك للجمهور. شكرا لكم وشكرا لك يوسف، كنتمنوا لك كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، مثلا عندنا موهبة كوميديا واحدة غادي نتعرفوا على بعض لحظات وعلى موضوع سكتش ديالها، ولكن قبل نشوفوا أجواء استقبال يوسف في الباكستيج. أسيدي لوا هيا وا لوا أسيدي لوا هيا يوسف تعملي ربي حاضي. عجباتك هذا يوسف؟ الحمد زوين. الحمد لله، بارك الله عليك. هذا السوفاجي هذا أنت لعبتي عليها في الكلمات، ولكن ربما الأصل ديالها هي من داك السوفاج، حيت هذا كيكون روفيكس، هذا كيكون في الدرب وقاتل. تماما برافو عليك. حسيتي بشي تحسن من البرايم الاول للبرايم دابا؟ كاين واحد التحسن ملموس صراحه. اولا بغيت نوجه واحد التحيه للناس تو اسفي، الناس ديال عبده، حي كوكي، الناس تو الحي المحمدي، المهم حي الزاويه، الكورس، حي وريده، يعني من الاحياء كاملين ديال اسفي اون جينيرال. تحيه وراني كنبغيكم. تحيه لمحمد النيمي، تحيه لطريق بالمخلوف، تحيه لهشام السيسي، صافي غتقادي المغاربه كامل. بارك عليك. صحياتنا الان والاصدقاء ديالك يوسف. باقي موهبه كوميديا وحده وهي بنت مدينه البهجه. مدينه دابا وبلاتي حنا بالشفافيه خصنا نديروا عاوتاني القرعه ضروري. قال لك الاخوان الشفافيه والمصداقيه ظاهره وعارفينها. هاكا رشيد، سير رشيد. المهم هذه القرعه يا سيد عبد القادر، ديروا راسكم دهشرتوا. يا سيد عبد القادر من مدينة سيدي سليمان، شكون تختار ياسين؟ صراحة أنا جيت سعيد بمشاركة لأول مرة. فزاهرة دان زاهرة من مدينة مراكش. قبل ما نشدوا الترونسبور مع زاهرة بنت مدينة البهجة، نشاهدوا كيفاش وجدت السكتش ديالها لهذه الليلة. مغلفو مولاه كامل بالباص مزيان. مزيان مجتهد. لا شويه شدينا حمود. غادي السكتش راه فيه لينيرجي، فيه بزاف ليك، فيه سيتياسيون، فيه تحرك. بعد زيدي مازال تخرج، عطينا دي بيرسوناج اللي كتعرفي تلعبيه، عطيهم لينا في لي سيتياسيون الاخرين اللي باقيين. صافي تخدمي عليهم. واش غتخدمي عليهم زاير؟ نخدم عليهم. يلا سير. برافو لي. واش اللي بلعك؟ ها هو جاي تاني. سيري تخدمي يا زايرة. ها هو تاني سيري تخدمي سيري. فضاءات الأكاديمية، زاهرة ممثلة مدينة البهجة، كتحضر سكيتش وسائل النقل اللي غتقدم لكم فيه مفارقات ومواقف، وجدات ليها مزيان مع الكوتش سعيد والكوتش وديع، وخدامة كتحفظ فيهم باش تعجبكم هاد الليلة. زهيرة وسائل النقل، نرحبوا بنت مدينة البهجة. السلام عليكم. حنا المراكشيين تقولوا لينا سعداتكم بالكوتشي. اوجي حنا راه كاع ما تركبوا فيه، راه غير كانت مسقوا به. طق سبقت طق سبقت طق سبق، وطق سبق طق وهذا هو الحماق، وطق سبق طق وهذا هو الحماق. رجعوا لموضوعنا. مراكش معروفه بالموتور، والمراكشي عنده علاقه وتيده بالموتور، وتيطلع فيه اكثر من ولاده، تيقيدوا في الحاله المدنيه. الصفحه الاولى لمصطفى المهدي الموتور، دات دو نيسونس موديل 86. انا خويا قبل ما حط الموتور تمسح الارض عاد تيطلق البيكي، هو الخوينز فين ما ولاه تينعس. في مراكش العائله كامله راكبه في الموتور. يلاه تتجماري تتخرج جاره. الا دايزه وليدي دوزني معاك. فين دايزه خالتي؟ الا زدناك انت راه غندوزو ديريكت للروضه. في الطوموبيل انتير ديرك بشي دري صغير لقدام،
الوالد عنده هي موتور وتحت خويا الصغير فوق الكيدون انفص مع وجهه تيولي مرايا الا بان ليه مخلوع تيشد لي من تيعرف الخطر جاي والا بان ليه خويا ضحك ديك الساعه الوالد تدوبل على خاطره والا مشى هاد خويا الصغير تنعس الوالد تدير الدوميتور وترجع للدار اش بيتو يدير وفشتا هاد خويا الصغير تيولي مرايا فشتا تيولي هاد خويا الصغير سوي كلاص تتزاد عنده خدمه اخرى تيولي مرايا وسوي كلاص تيمسح الوالد من جدرات اما حنا البنات اللي تنسوقوا الموتور في مراكش حاله خاصه ما تنوقفوش في قف مازال ما تزادش هذا اللي وقفنا وجي قف ماشي ديالنا يلا بيتنا نوقفوا زيدونا ليا قف في شويه ديال المساواه حبذا لو انكم تكسبوا لينا عافاك قفي والله تنوقفوا جونا غير الخاطر نقدروا نجلسوا كاع ما تنجروش الكاسك ماشي حيت راسنا قاصح لا حيت شعرنا رطب يلاه ديري ليه البروشينغ حنا راه نخلصوا البروسي وما يخسرش لينا البروشينغ ولا تاني ولا تاني خلصي البروشينغ وخلصي البروسي تعاملوا معنا وديروا لينا شي كويسك شفاف هذا الكاسك بعدا 600 ريال الفرشي والبلاستيك هذا شي لقى عليك هو خاصو كاسكي لقى عليه يالله تيحسبك بيتي دير شي كسيده تيبعدكش على الخطر هو اللي تيبعد على الخطر تيسبقك ليها تيخليك منك الحديثه الكاسكي هنا هو اللي تيولي يقول تفوت غيره كاسكي وتجي فاش ما بغات تتقولوا علينا حنا العيالات ما تنعرفوش نسوقوا حنا ماشي ما تنعرفوش نسوقوا شاد الاهانه حنا كنحترموا القانون وكنوقفوا في الدور خضر البرتقالي وقيلك كتوقفوا في الاحمر على ماشي مني تكونوا دايزين من لانتير دي تخرجوا في الموف صافي نساو المهم تنحترموا القانون الدراري هذوك الدراري دوك اللي عندهم الطوموبيلات تيتلاقاو معانا في الصطوفه تينزل الزاج بدلو شويه ديك الهضره الحامضه عندكم اش بالك الجن سابقو ولي البوصله راه باينه ان اللي غنسبقك الدري اللي عجباته شي بنت الدري اللي عجباته شي بنت تبدا يسكسكي قدامها في الموتور باش تعجبو حنا لا الا عجبنا شي دري تنديرو كسيده راه ما يمكنش نشوفو الزين ونشوفو الطريق هي وحده في الجوج فكرتوني واحد المره كنساي قال متر وانا غدا ضربت على المرايه ويبان لي الايلاينر خسر يالله بغيت نصايبو غمضت عويناتي طلقت راسي في السبيطار مقبصه انا والايلاينر وهي دخل عندي الفرمليه ام درا اختي شويه والو اختي ما بغاش تقد لي الايلاينر خاتي بك في الباب ندخلو وياك ديريها علاش ملي بلاتي نقد الايلاينر من تما هزني خطيبي في الموتور وحنا غادين قال لي عنقيني درك قدامك يا لبس لو كنت تحشم زعما راني مقبصه مع التلفيته عنقنا البوتو بجوج ما وقع والو غير الكاسك بعيد على الخطر هو يقول لي جيتي غزاله بلا كاسك جطيم هو يجاوبو البوليسي مو اسي راه دوك الوريقات لهاد الجهه وكيف ما كاين الموتور كاين تريبورتور هاد التريبورتور في الاول اش دار دار لنقل البضائع وشي ناس الله يسمح لهم ردوه لنقل المسافرين تركبوا 10 وتوصلوا 3 ايوا هذا راه ولا نقل الاموات ولا سيرونس ما كايناش التأمين الوحيد اللي كاين هو الدعاء ديال الناس اللي راكبين معاه يا ربي توصلنا على خير امين او تيك سيري وكيف ما كتعرفوا هاد التريبورتور كي داير بعدا لاباس عليه مغلفو مولاه بالباش كامله والمرايات ديرهم عندو لداخل تيشوف فيهم هي هو ماشي مهم يشوف الماضي ديالو الاهم هو المستقبل ما يجي حتى شي واحد قدامه وشي جمل مكتوبه تقرا حتى تعيا والله لا فهمتيها ما حدك حاضيني وربي عاطيني وانت الا ما حداش وانت الا ما حضاش معاك لواحد راه غادي تقتلو وواحد اخر كاتب على جناح السلامه
هو حياته كامله دوزها في جناح العظام والمفاصل. وواحد خونا تيكون متكي حدا مول تريبورتور ما تعرف واش تيدير. تقول لك انا قريسان فعلا تيتم هادي تيقريساني في عباد الله. كسيري حموده العزه حموده سيري حموده فراني حموده طيرت ليها ودنها شدي ودنك واردك طانقك سيري حموده سيري حموده. ومني تيخسر ليه تريبورتور حموده ما تيفقدش الامل تيعمرو كامل بالفريز وتيبدا يعيط خرشف 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 والقريسون حداه تاجمر خرشف في حموده ترى ما طيش هادي. وعلى حسب المورال ديال مول تريبورتور الا كان كاعي تيطلق فران والا كان فرحان تيطلق شابه ورده. شحال عندك دراهم ما نوصلك تريبورتوري ما يحنسرك يا ركبي قبل ما يجي مولاه يا ركبي حدايا وما تركبيش حداه ويعطيه ما تيتمدازي واحد الرموك وتيعطيه. سبحان الله مني تتكون راكب في الكوتشي تبانوا لك هذوك اللي راكبين في التريبورتور تيخربقوا ومني تتركب في التريبورتور تبانوا لك هذوك اللي راكبين في الموتور تيخربقوا ومني تتركب في الموتور تبانوا لك هذوك اللي بقاو تابعيننا انا راهي تنخربق. ميرسي زهيرة ممثلة مدينة مراكش. شوية ديال الخلعة شدنا الخلعة بزاف. زهيرة شدها الخلقه بزاف حسب ما تتقول. ان شاء الله ما يكون غير خير. بالتوفيق لك زهيره. نعرفوا راي لجنه تحكيم البرنامج. لطيفه احرار زهيره كنحييك على الموضوع اللي اختاريتي ماشي سهل لان خرجتي من لا زون دو كونفور وخرجتي واخا هضرتي على العيالات ولكن خرجتي من المواضيع اللي ممكن كنقولوا حيت بنت غادي تهضر عليهم. مشيتي لواحد الموضوع اللي ممكن نهضروا عليه جميع في العنوان. انا من خلالك بغيت نقول بان في اختيار العنوان حيت ملي كنقولوا وسائل النقل كتجي بحال شي مقال بحال عنوان شي مقال. العنوان ديال السكيتش خصو حتى هو يكون فيه بحث تكون فيه اون ريشيرش. علاش؟ لان باش كيكون يثير الفضول ديال المشاهد ولا ديال المتفرج ولا المتلقي. هذه الاولى. ثانيا الموضوع اللي كما قلت لك كان عندك زوين وحتى لي تروفاي ديالك كانوا زوينين لان اولا اشتغلتي باللكنه ديالك اللي هي زوينه وكتعجبنا حنا المغاربه بعدا كنحماقوا عليها. اشتي يا زهيره شحال تعجبني مني تتهدري هكا النسيمات يا تقيتي قاتيه لالا سي جميل. يعني هاد اللكنه كنحبوها بزاف وحنا كنوليو كنتمشخروا بها. فين بغيت نقول لك كان عندك شويه يعني هو ان ملي كنكتبوا واحد التكست يعني خص نلعبوه بواحد الاريحيه. انا حسيت بان كنتي شويه ما مرتاحاش وايضا حتى ما عطيتيش لراسك واحد المحطات فين تنفسي والجمهور يصفق. يعني هذا الجانب. هذا حاجه اخرى ديال ان حتى الطريقه ديال التقديم ملي كنكتبوا راه انتي كاتبه تكست زوين ولكن الطريقه باش قدمتيه ما خدمتش هذا التكست هذا. وحاولي مره اخرى انك ترتاحي. وشكرا شكرا. تفضلي دنيا. زهيرة الغزالة كيف قالوا الأساتذة عجبني بزاف حفاظك على لهجتك المراكشية اللي كلنا كنحماقوا عليها. حسيت بالصح بأن عندك واحد الخوف اليوم ما عرفتش علاش وما عرفتوش مين جاي. مي كنتمنى إن شاء الله أنك تجاوزي. حاولي تخدمي على النفس ديالك لان خدي نفس ديالك على خاطرك. انا كنحس بك كتنهجي وكتزربي وبحال باغا غير تهني من الكلام باغا تسالي دغيا. لا المره الجايه ان شاء الله بغيت منك تركيز اكثر ازهيره وانتي قادره تعطي بزاف ديال الحوايج زوينين لان اصرارك تيبين بان بصح كتبغي هادشي اللي كديري وكنتمنى لك التوفيق. شكرا لكم زهيره. بالتوفيق ليك رفقة ممثلة مدينة مراكش زهيرة. تنتهي المنافسة هذا المساء مشاهدينا الكرام وبها غادي تنتهي مرحلة المواجهة ما بين المواهب الكوميديا ولي كوتش. نرجعوا للباكستيج وأجواء استقبال زهيرة. قالوا بعيدة مراكش قالوا بعيدة وفين خلا وجري وفين خلا وجري سيدي بن عباس ما يفرطش فيها تاع العلا.
الهلا. برافو عليك. سرت زهيرة، انت في مراكش عندك الموتور؟ ما عنديش الموتور. وكيفاش عرفتي هاد يعني هاد لي ديطاي، هاد الحيتيات ديال الموتور وديال التريبورتور؟ تركب مع صاحبي في الموتور وديع. عاود لينا على زاهرة. زاهرة الأكاديمي شي. زاهرة بعدا ديما الورقة والستيلو، أول وحدة كنشوفوها زعما كتاخذ الكتاب كتكتب السكيتش وكتعاود وكتكتب وكتعاود. أصحابها ترى اللي معاها في الشومبر ما كتخليهمش ينعسوا، علاش كتبقى تعاود السكيتش قبل ما تنعس، وفي الحلم كتحلم به وكتفيق الصباح كتعاود السكيتش. يعني هذه راه مسكونة بالفن. زينب كانوا هذوما المشاركين. المنافسة بالتوفيق لجميع المواهب الكوميدية، وشكرا لجميع لي كوتش. نذكر هذا الموسم معنا سعيد وديع، رشيد رفيق، وياسين عبد القادر. شكرا أيضا الرئيس خلية الكتابة أنور خليل. مشاهدينا غادي نطلب من لجنة تحكيم البرنامج أنهم يغادرون للتداول والتشاور تحت صفقة الجمهور الحاضر معنا. وفي هذا الأثناء تيقولوا لي بلي كاينه شي حاجة وجدوها لنا المواهب الكوميدية في الأكاديمية، نتابعوا جميع. الو شكون معايا؟ 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 بغيت نذكركم فقط مشاهدينا الكرام باللي تقدروا تشاركونا ارائكم على المواهب الكوميديه والسكتشات ديالهم عبر صفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي. انتهت المنافسه، وكيف دايره الاجواء عندك يا سفيان؟ زينب الاجواء هو رشيد جمعنا كاملين هنا، ما عرفناش علاش قال لك بغى يلونسي لينا شي خبر. خليه لي هو الكلام. شنو نقول لكم؟ انا الخبر اللي وصلني وانا فرحان بزاف باش غنكون مع ياسين عبد القادر في الفيلم ديالو طويل اللي غنديروه. ياسين شكرا بزاف، علاش انا بالضبط اختاريتيني من دون الدراري زعما؟ وممكن نعرفوا هذا الفيلم حتى هو؟ هذا فيلم كامل تيدور في وسط البحر، كاين في الاخر غيغرق الطاقم ويغرقوا الممثلين كامل. رشيد اش كيكون داير هو الطاقم؟ لا غيكون الباخره. وبالنسبه للمخرجين ديال الفيلم هو كاين سعيد. كي غديروا الاخراج انتم بجوج؟ ما فهمتش. واحد غادي يكون على بارامتر لاجور والاخر كيدخل يعتق هو سعيد. الاخراج اللي غنديروا هو غنخرجوا الناس اللي غرقوا، هذه من جهه، وغنديروا الادخال غندخلوا حنا وغنعاودوا نخرجوا. تماما. فيلم طويل. تبارك الله عليك. صفقه علينا. المهم لا كاينه واحد المفاجاه صراحه، مفاجاه كبيره اللي ان شاء الله غادي تعرفوها ملي غنتفكروها ان شاء الله. ان شاء الله. ما حد الميكرو عندك سعيد. مرحبا. شنو الانطباع ديالك على البريم ديال اليوم؟ فانطباع ديالي هو عنده واحد الرؤيه لهاد لي كونديدا هادو، حيت عجبوك لي كونديدا؟ عجبوني. دراري كيتقاتلوا، دراري كيديروا داكشي اللي كنقول لهم وكيبدعوا، الانرجي زوينه، برايم واعر، فما كاين اللي نقول لهم الا انكم برافو ليكم. برافو. وصفقوا على حنا غنصفقوا عليكم. وديع. صراحه نفس الحاجه اللي كنقولوها ديما، هادو مواهب شابه اللي كيخدموا من القلب، يعني كيسهروا الليل، كيفيقوا الصباح بكري، كيتونجاجاو في الكتابه، في الخدمه، في التدريب. كنتمنى لهم حظ موفق، والمسيره ديالهم غادي تبدا مباشره من البرنامج وانطلاقه من البرنامج، وغتكون عندهم الكلمه. برافو ياسين. انا عجبوني ركوب السرات تا يكونوا ربع خوت وتكون الحبه قويه والله يخليك الموت. اش من سوق هذا؟ هذا سوق الاربعه. اسمح لي، كان في المشهد اربعه هذا. ياسين تجربتك اول مره في ستاند اب، الاجواء العامه ولكن خاصه الجو ديال اليوم. الجو ديال اليوم كان فينال قبل الاوان. عجبني النيفو ديال لي كونديدا كاملين بدون استثناء، وانا جد سعيد اني تتبان حتى البصمه ديال لي كوتش. صحيح. في برايم مور برايم رشيد.
بغيت نقول لكم كلمه واحده، راه حنا كنبغيوكم، راه اي واحد كيمشي والله الا كتبقى البلاصه ديالو سي نورمال باش ينعس فيها الاخر. برافو عليك، شكرا لكوتش ديالنا. الله عليكم وشكرا وتصفيقات عليكم حقا. وكنوجهوا ميرسي التلفازه، وكنوجهوا تحيه كذلك الانوار خليل مشرف على الكتابه. اليك الخط زينب. وهروبك مني في عزلي، والعذاب رغبة المزينين، العذاب رغبة عينو غير في روكان قارو انت وغير سير ربي كبير، وغير سير ربي كبير. هاك سير فاطمة يا الحمادي اديتي عقلي ما بقى ليا، اهزي سلوم وطلعي تشوفي نركب داش على في الزوق. وكمل قلت لي مركي فريدة عيد الغربة زايرة فيا، وشكون هما الضمان لازم تعبديني. محبوبي طلق سراحي غير ديني ولا خليني، غير ديني ولا خليني. شوف الهي الله 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 الله، شوف الهي اباش العديان يضنوح حبيبك في ديك الجيه، اباش العديان يضنوح حبيبك في ديك الجيه. وي وحنا مرة مرة هي لجيتي لغفلة وحنا في مجمع. شوف الهي شوف الهي وباش الحساد يدنو حبيبك في ديك الجيه. الله الله الاستاذ كيفاش على ديك شي كسيده حمامه. تحيه الاستاذ خيار تصفقوا عليه بحراره. شكرا شكرا. الله الله الله، شكون عفط عليه؟ برايم البرايم غتتقبل. عمرني ما عرقت انا يا شو كي وليت. شو سيدي خويا الشحمه كطلع الكوليسترول، الكوليسترول كيدير مفعول. مولا ابو الفافيه صافي ابو الفافيه عطينا نذوقوا. والله جوج خبزه ديالي ديالي راه طبسيناه ديالي في الكولي جوج. انا والله خبزه انا مشير على الدخان. ربنا فيك يا واحد السؤال غير تطرح دابا هو ان هاد ابو الفافيه من سرق ابو الفافيه باش مصاوب؟ لان منك لينا وحنا كنهللوا. وصلنا مشاهدينا الكرام للمرحلة الأخيرة من برايم الليلة، وهي آخر برايم في برايمات المواجهة من الموسم الثامن لبرنامجكم ستاند أب على القناة الأولى. شكرا دائما على حسن المتابعة. سفيان ما لكم مقلقين؟ ما شوف قال لك الدراري ما غيكملوش كمكين، بس عندهم لائحة ديال المطالب. المهم قولي فنتظر أننا ندرسوا المطالب ديالكم ونشوفوا شنو نقدروا نخرجوا بنتائج. نمشيو هاد المرة ونتابعوا تشجيعات عائلاتكم احبابكم واصحابكم من خلال اتصالات الهاتفية اللي جمعتكم بهم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كديرين؟ كدايرة ماما لاباس عليك بخير؟ كلشي كيسول عليك ابنيتي، خليتي لنا نجمة ديال الدار طافية ابنيتي، الله يسخر لك ابنيتي ويبارك لك. دعي معنا انت يا وقولي الوالدة حتى هي تدعي، راه حيت لها ما جاوبتنيش. كدعي معاك ديما مسكينة والله. وان شاء الله يا ربي الله يوفقكم والله يوصلك فيما بغيتي. آمين. وانا ثيقة فيك، الله يفرجك برضا ويغطيك برضا. الله يسهل لكم الامور ان شاء الله يكون خير. سلمي على كل شيء والله يفرحكم والله ينجيكم ان شاء الله الخلق، الله يفتح عليكم بباب الخير. امين يا ربي. كنسلموا عليك كاملين. يلاه سلمي عليهم كاملين على ماماك وباباك والعائله كامله. يسلمك خير باي باي. يلاه سلام باسك. تحياتي لكل عائلات واهل واحباب المواهب الكوميديا اللي كانوا حاضرين معنا هذا الليلة. نبغي نشكرهم لأنهم قدموا أفضل ما عندهم، ولأنهم تحدوا الخوف ديالهم بهدف أنهم يكونوا قراب لقلوب جميع المغاربة. تنعرفوا باللي في هذا اللحظات تتكون صعيبة بزاف. قبل ما نبدأ برايم ناس سولنا لي كوتش والمواهب الكوميديا على توقعاتهم حول المؤهلين اللي قدروا يمشوا الربع النهائي. خليونا نشوفوا جميع.
900 تزارين اكثر من 70% دايز ان شاء الله. ما نقدرش نقول لك واش غيمشي ولا غيبقى. تزارين مجتهد تنظن انه غيدوز. تنظن غادي يدوز ان شاء الله. تنرشح سمير تزارين غيكون ان شاء الله دايز في البحر. انا بعدا كنتوقع انه غادي يتاهل للبرايم جاي. يوسف وغادي يصدمنا وغيتاهل. كنظن ما غيدوش. الاحتماليه ديال انه يدوز 70%. يقدر يدوز في هذا البرايم. ما عندوش حظوظ. يقدر يتقسم في هذا البرايم. مصطفى عليما بخصوص ما عندي ما نقول فيه. دايز ان شاء الله 100%. يقدر يدوز. ومصطفى غيدوز ان شاء الله. عليوا غيدوز هو الاول. مصطفى عليوا انا تايق فيه غادي يدوز. غادي يدوز. كنظن انه غيتاهل. زهيره عندها حظوظ كبيره باش تدوز. انا تنراهن انها غدوز. غتاهل زهيره. غادي تدوز ان شاء الله للدور الثاني. تنرشح زهيره غدوز. الا دارت بحال البرايم اللي فات غادي تدوز. سميه اميمه عندهم حظوظ قويه انهم يدوزوا للبرايم جي. كنظن انهم غادي نشوفوهم في البرايم جي. 50 يدوزوا 50% ما يدوزوش. دايزين ان شاء الله. اميمه وسميه ان شاء الله غادي يدوزوا. سهيل 50% 50% رجل هنا رجل ليه. يقدر ما يتاهلش. حتى هو غادي يكون دايز حتى هو ان شاء الله. سهيل عنده نسبه انه يمر اكثر من نسبه انه يتقصى. كنظن انه يدوز. وصلنا مشاهدينا الكرام للمرحلة الحاسمة. شكرا لجميع المواهب الكوميدية اللي نورونا في برايم الليلة. نحيوهم تحت صفقة الجمهور الحاضر معنا. سمير ممثل مدينة الدار البيضاء. مصطفى ممثل الدار البيضاء. يوسف ممثل آسفي. سهيل ممثل خريبقة. زهيرة ممثلة البهجة مراكش. سمية وأميمة ثنائي الرباط. شكرا لكم، كل التوفيق لكم. بقيتوا ولا مشيتوا راكم غزالين وواعرين ان شاء الله، تقدموا افضل ما عندكم للجمهور المغربي في بزاف ديال الحاجات ان شاء الله. نتعرفوا على شكون الاسماء اللي غتمشي معنا الربع نهائي ستاند اب الموسم الثامن على القناه الاولى الاسبوع المقبل. بدات الرحله قبل اسابيع، رافقناكم مشينا محطه بمحطه، واليوم تنتهي محطة المواجهة باش ننتقلوا لربع نهائي الأسبوع المقبل. شكون تأهل معنا وضمن بلاصتو في الطاكسي هاد الليلة؟ نتعرفوا على أول اسم رفقة دنيا. أنا أعطيت كلمة لكم كاملين، تبارك الله عليكم، قدمتوا أحسن ما عندكم. وكيف دائما تنقولوا لي كونديدا اللي كانوا معنا لهاد العام ولا العام اللي فات وفي اي برام، تنقولوا البرايم، تنقول لكم بان ستاند اب فقط هو المحطه الاولى. انتم ما كنتوا هنا معنا في هذه الليله الا وعندكم حلم، او في هذا البرنامج الا وعندكم حلم، حب لهذه المهنه هذه. فالحب ما كيتسالاش، كيبقى دائم. فحافظوا على حبكم وحافظوا على يعني ديروا مجهودكم باش انكم تحققوا احلامكم وتوصلوا لداكشي اللي بغيتوه في هذا الدومين اللي انتم اختاريتوه، لانه ماشي ساهل، هو صعيب، كيبغي دائما المثابره والبحث والجديه والقرايه. فاول المتاهلين معنا ان شاء الله البرايم المقبل هو كان متاهل معنا بالاجماع. فغنادي على سمير تجزارين. سمير يا تأهل لربع نهائي ستاند اب، ألف مبروك سمير. والدرب سلطان ممثل الدار البيضاء، ألف مبروك سمير. لطيفة أحرار مشاهدينا الكرام تعطينا ثاني المتأهلين. شكرا لكم ولكم على هذه الفرجة اللي أعطيتوها لنا اليوم. ستاند اب البرنامج أيضا هو فرصة باش كنتلاقاو مع فن ستاند اب اللي هو فن ما سهلش، ومواجهه الجمهور شي حاجه ما سهلاش حتى على كبار الفنانين. واليوم طبعا كنعيشوا هاد اللحظات، غادي يمر معنا ولا غتمر معنا الاسم اللي غادي نقول، ونتمنى يشتغل اكثر. مصطفى علوي. ألف مبروك مصطفى. الدار البيضاء تضمن المكانة ديالها في ربع نهائي ستاند اب، جوج ديال المتأهلين في برايم الليلة. تنبارك لك مصطفى، بالتوفيق لك.
شكون هو ثالث اسم قدر يقنع لجنة تحكيم البرنامج باللي يستحق او لا تستحق تمشي او لا يمشيو لربع نهائي ستاند اب؟ سي محمد الخياري شكون اختاريته؟ لقد اشتد النزال وتعالت الامال وفتح المجال لهؤلاء الاشبال. هادو بالنسبه لي ناس جايين طالبين راغبين اييه يتزوجوا بواحد المساله سميتها الشهره. كتعرفوا في الطقوس والعادات المغربيه لما كتمشي تخطب شي وحده من دارهم كيطلبوا لك جوج من الحاجه ونادي على الثنائي. الثنائي ممثله مدينه الرباط وهو الثنائي الوحيد النسوي في هذا الموسم. الف مبروك أميمة وسمية، تبارك الله عليكم ومبروك عليكم. كيف ما عرفتوا مشاهدينا الكرام، رابع اسم تعطوه لنا لكوتش بعد التشاور بيناتهم تياخذوا القرار. وهاد الليله اللي غيعطينا القرار نستقبلوا تحت صفيقة الجمهور الحاضر معنا كوتش ياسين عبد القادر. السلام عليكم. وهاد المرحلة كانت صعيبة. مساء الورد والياسمين. مساء النور. أهلا وسهلا العزيزة. محطة كانت صعيبة عليكم أنكم تختاروا واحد من بين ثلاثة اللي بقاو، زهيرة، سهيل أو يوسف، باش يمشي الربع النهائي. تشاورتوا، تداولتوا بيناتكم. ياسين شكون اختاريتوا؟ هو ماداش هذاك الشيء سهل والله العظيم، و ناطحنا واحد شوية فهمت. وكان امتيازات زعما بيناتهم طفيفة والله ما كانش زعما شي فرق كبير. وفي الاخر خرجنا حنا لي كوتش كاملين بهذا القرار، وهو اننا اختارينا زهيرة. زهيرة ممثلة مراكش مشاهدينا الكرام تضمن بلاصتها الربع نهائي ستاند اب الاسبوع المقبل. كنا سعداء اننا نرافقكم في برايم الليلة. شكرا على حسن المتابعة.